صباح الهنا والرزق على حضراتكم، حلقه جديده ومنتصف الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. خليني بس في البدايه انوه النهارده هكون بحضراتكم عشان كريم بس عنده ظروف سريعه، وان شاء الله يكون معانا من بكره باذن الله ونهايه الاسبوع. قبل اي حاجه خليني بس يعني اتكلم في نقطه مهمه جدا، لان امبارح يمكن الضغط كان شديد قوي والانتقادات كانت شديده قوي قوي على المنتخب. وعلى فكره ما هو احنا كاعلام برضو في الاول وفي الاخر لما بنطلع نتكلم لازم نكون مرآه على قد ما نقدر لردود افعال الشارع المصري جراء اي حدث بيحصل. يعني ما ينفعش مثلا يبقى في حاجه بتحصل عالميا او محليا او غيره ونطلع احنا نتكلم بسكه تانية تماما. ما ينفعش يبقى المنتخب مثلا اداؤه الى حد ما كان متواضع في المباراه الاولى، وزي ما بيتقال كده ضربة البداية ما كانتش الأفضل تماما، وبعدين نطلع احنا في الإعلام نقول حاجة عكس اللي الشارع المصري حسه. ما ينفعش امبارح أنا وكريم مثلا نطلع نقول يا جماعة لا المنتخب كان كويس، لا يا جماعة المنتخب عادي، يعني ده كان بيحصل زمان إن احنا في ضربة البداية بتاعتنا ما بنبقاش أفضل حاجة وحصلت قبل كده فوزنا وقتها بالبطولة شافة سنة كام وسنة كام. الكلام ده كله كلام بيبقى أو بيعد نوع من المسكنات، واحنا مش طبيعتنا حتى هنا هتكلم تحديدا على 10 الصبح في الاهلي وهتكلم عن نفسي شخصيا، مش طبيعتي ابدا كاعلاميه ان انا اطلع اعمل مسكنات. احنا دايما بنكون رد فعل لنبض الشارع، لان في الاول وفي الاخر لما يجي الموضوع يبقى عن منتخب مصر فاحنا على فكره برضو من جماهير هي منتخب مصر، من جماهير مصر، فطبيعي جدا ان احنا نفس اللي الشارع حاسه ان احنا نكون حاسينه. الشق الاساسي اللي عايز اتكلم فيه ان طبعا الاداء لم يكن الافضل ولم يكن مرضي، والمنتخب ما اكتسبش الثقه اللي كان مفروض يعني يكتسبها من الجماهير المصريه والشارع المصري والاعلام المصري، وخليني اقول لكم الاعلام العربي. لان خلي بال حضراتكم من حاجه مهمه جدا، لو بصينا العالم بيقول علينا ايه، مش بس احنا بنقول عن نفسنا ايه او شايفين نفسنا ازاي، العالم كله مترقب. هي يا جماعه مصر امتى هترجع تاني للمستوى اللي هقول بقى بصراحه كان بينيم افريقيا من المغرب زي ما بيتقال كده بالبلدي؟ امتى مصر هترجع لده؟ امتى مصر هترجع لامجادها 2006 و8 و10؟ امتى؟ الناس كلها عايزه تشوف المنتخبات المختلفه بالمديرين الفنيين قالوا لك اكيد هيحصل وقت مصر هترجع تاني وتبقى ده مش هقول يعني تضغط علينا بس هتبقى في التوب زي ما كانت، هتبقى في منطقة تانية بعيدة جدا، أكيد ده هيحصل. فأنت خلي بالك إن العالم كله والبطولة دي الناس كلها شايفاك وحطاك تحت الميكروسكوب، هو منتخب مصر هيعمل إيه البطولة دي النسخة دي؟ فعشان كده إحنا كنا بنقول يا رب ضربة البداية تبقى جيدة عشان حتى نبتدي نكتسب ثقة واحترام وتقدير كل اللي حوالينا، ويبقى فيه الرهبة اللي كانت موجودة برضو زمان. لما المنتخب يدخل حتى لو منتخب دلوقتي والتطوير حاصل وسنوات عديده جدا، اكيد في منتخبات ممكن تكون فنيا عدتك، بس لما انت تبقى في ماتش في 2 في 3 بتلعب حلو ده يخلي المنافس بتاعك وان كان متفوق عليك فنيا لا يعمل لك مكانه كبيره ويعمل لك هيبه كبيره، وفي نفس الوقت ممكن ده يؤثر عليه مش هقول فنيا بس ممكن يؤثر عليه نفسيا، فانت تبقى بتكسب نقاط وانت مش عامل حاجه خالص، انت بس بتلعب حلو. فده اللي انا عايزه اتكلم فيه، لكن هرجع اقول تاني اكيد لسه المشوار في بدايته، اكيد كان نفسنا نفرح من ضربه البدايه لكن لسه المشوار بعيد ولسه المشوار طويل ولسه الفرصه موجوده. اي نعم الفرصه ما بقتش دلوقتي الافضل ليك ولا الاريح ليك ولا الاسهل ليك، بس بقت موجوده لسه دلوقتي مع حساباتنا ومع غيره. وقلنا على فكره ماتش غانا الواحد كان يتمنى ان انت تدخل مش مشدود، لان غانا بعد الخساره وانا قلت الكلام ده امبارح هي هتدخل قاتل يا مقتول، ما عندهاش حاجه تخسرها خلاص، انا لازم افوز، انا لما فوزتش بره. فهي غانا داخله مستحلفه لك وانت داخل مستحلف للكل، ما هو طبيعي انا عايز ارجع تاني اقف على رجلي. والتصريحات بتاعت فيتوريا والتصريحات بتاعت كل الفريق عندنا والمنتخب عندنا تدل على ان هم عارفين ان كان في تقصير كبير. مش مهم بقى دلوقتي نحط الغلط على مين، يعني مش مهم مين اللي هيشيل الشماعه او هنعلق الشماعه او هيشيل زي ما بيتقال كده الغلط على ظهره، مش مهم، ده مش قصتنا. قصتنا ان احنا كلنا حاجه واحده، لو فوزنا كلنا بنفوز، لو خسرنا كلنا هنخسر، فمش مشكله دلوقتي مين اللي هيشيل الشماعه بتاعت الاخطاء اللي حصلت. فبالتوفيق للي جاي،
هنتكلم في الفقرة الأولى معانا طبعا، وحديثنا لن ينتهي في مدار شهر قادم عن منتخب مصر وكأس الأمم الإفريقية والاستعدادات طبعا لمباراة غانا مع الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. والفقرة بقى الثانية والأخيرة خليني أحكي عنها شوية كده، وهي هتكون فقرة إحنا سجلناها فقرة مسجلة يعني، ورحنا وصورنا وانا تحديدا يعني رحت مع كاميرا 10 الصبح في الاهلي لكواليس معسكر منتخبات مصر البارالمبيه واستعداداتهم بقى لمنافسات المنافسات القاريه القادمه واللي بتاهلك بعد كده لان شاء الله باريس 2024. فتقرير جميل جدا يعني، مش عشان انا عاملاه بقول كده والله، بس تقرير جميل جدا لان احنا رحنا مكان ما هم متواجدين، عشنا معاهم الكواليس بتاعتهم اللي احنا ما نعرفهاش، سالناهم عن المعسكرات، سالناهم عن مشاكلهم، سالناهم عن ايه اللي بيقدموه، يومهم ماشي ازاي، الناس دي مين بالظبط، مين اللي بيدعمهم، شفناهم هم بيتمرنوا، شفنا كل التفاصيل وعرضناها لحضراتكم من خلال التقرير. فحاجه محترمه جدا، وهرجع اقول برضو تاني اللي انا دايما بحب اكد عليه، الناس دي محتاجه دعم كبير جدا، سواء دعم جماهيري واعتقد ده موجود، سواء دعم اعلامي واعتقد ده بقى موجود، ودعم من الدوله بكل المؤسسات بتاعتها واعتقد ده متواجد دلوقتي، لكن لسه نتائجه يعني ما ظهرتش قوي، لسه الشغل محتاج يعني فتره اطول شويه عشان نقدر او هم يقدروا ابطالنا البارالمبيين دول يعني تختلف معاهم الاوضاع، لسه في مشاكل شويه ماديه، لسه في شويه معسكرات محتاجينها، الفتره دي لازم يكون فيها معسكرات مغلقه اكتر، وده مش كلامي انا بقى لحضراتكم اللي هم قالوه، لان انا طبعا سالتهم في النقطه دي، قلت لهم انتوا رايحين في مهمه، انتوا دلوقتي بتمثلونا كلنا كمصريين في باريس 2024، فقولوا لنا من دلوقتي ايه المشاكل بتاعتكم عشان بعد كده لو انتوا ما حصلتوش على الميداليات اللي احنا نتمناها احنا هنزعل منكم، وانتوا ساعتها اللي هتشيلوا بقى الحمل ده. فالناس اتكلمت بمنتهى الصراحة، الناس فتحت قلبها لينا، فأنا بقول لحضراتكم إن شاء الله هيكون تقرير يعجبكم، لأن احنا فعلا فعلا تعبنا فيه. وأنا عايز أشكر كل الكرو اللي كان معايا في الخارج حقيقي، لأن ناس اشتغلت وعملت أحسن شغل الحقيقة يعني. خلينا بقى نكمل ونبدأ أول الكلام بحفل جوائز الفيفا ذا بيست طبعا 2023. العالم كله بيتابع الأحداث اللي من هذا النوع، هو أقيم في لندن بحضور طبعا يعني مجموعة كبيرة جدا من نجوم العالم، وكان رئيس الفيفا طبعا أنفانتينو متواجد. الجوائز البعض منها كان يعني مش مفاجأة، يعني مثلا لو هنتكلم فاز ميسي بجائزة الأفضل في العالم 2023، والبعض علق، أنا بحب أتابع التعليقات، البعض علق قال لك مش كفاية بقى ميسي، يعني من كتر ما هذا الرجل او هذا اللاعب بيكسب جوائز دايما الناس قالت لك خلاص بقى يعني مش لازم بقى نسمع ميسي كل مره. لكن طبعا ده بيكون على سبيل الهزار، لان الموضوع عارف لما بيبقى حد واصل لسقف كل حاجه، سقف النجاح، ما هيروح فين بعد كده، فبيبقى اللي هو عايزين نشوف وجوه جديده. باب جوارديولا برده طبعا مدرب مانشستر سيتي فاز بجائزه افضل مدرب في العالم لعام 2023، والمنتخب البرازيلي توج بجائزه الروح الرياضيه واللعب النظيف لعام 2023. حارس المرمى أدرسون برضو حارس مرمى مانشستر سيتي توج بلقب أفضل حارس مرمى، وكان هدف جيرم فاز برضو بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2023. نروح بقى لبيلينغهام برضو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا اللي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، وأصبح تاني أصغر لاعب يعني في التاريخ بيحقق الجائزة بعمر هنا عنده 20 سنة بعد مبابي كان عام 2018 لما فاز فيها، كان وقتها أعتقد مبابي 18 سنة كان أصغر منه كمان. فجوائز كتيرة جدا عايزين نتكلم في تفاصيلها، عايزين نتكلم برضو لان في ناس مش فاهمه هو التصويت بيتم ازاي، يعني التصويت نفسه بيتم ازاي. خلينا ناخد لو المكالمه والتليفون جاهز يا جماعه الاستاذ هادي المدني الناقد الرياضي، وهو واحد من الصحفيين اللي صوتوا في الجوائز الخاصه بالفيفا. يا استاذ هادي انا بصبح عليك طبعا في البدايه، صباح الهنا. صباح الخير استاذ نهاوند، واهلا بمتابعين حضرتك. اهلا بيك، وخليني ابدا معاك كده، اولا رايك ايه في نتائج الجوائز، وايه كمان اللي كان خلينا نقول مفاجاه في النسخه دي بالنسبه لك؟ اعتقد ان صعب جدا لما نبقى بنختار من ثلاث اشخاص من كل بلد، كل عضو في الفيفا بيختار، صعب ان احنا نتوقع شيء. طبعا كل واحد مننا في اللي اختار ميسي هو مستغرب ازاي حد اختار هالاند، اللي اختار هالاند بيتكلم ليه ميسي يفوز وهو ما حققش بطولات مهمه في 2023. مظبوط. فاحنا دايما هنعيش الاجواء
التوقعات دي مستحيل هتجتمع على شخص واحد، لان اكتر من جزئيه بلد بيختار. لذلك هنشوف مثلا في وقت من الاوقات ليه روبريخا ما كسبش، ده قدم موسم ممتاز، ليه انيستا ما كسبش، ليه تشافي ما كسبش، وفي احيانا اللعيبه دي نفسها بتطلع تقول لا ميسي احق. ميسي حاله استثنائيه في كره القدم، وربما يكون ده نهايه الحاله الاستثنائيه عشان ما نشوفه تاني في الجايزه اعتقد بوجوده في الدوري الامريكي. يعني انا بتفق معاك جدا، لان برضو موضوع او تحديدا اسم هالاند، ناس كتيره كانت بتقول لو هالاند ما ياخدهاش ليه، هالاند يمكن الى حد ما فعلا احق. على كل حال يعني انت من وجهه نظرك مبابي وهالاند وميسي جائزه الافضل، انت كنت متوقع ان او كنت شايف ان ميسي فعلا هو الاحق بيها؟ الحقيقه ما كنتش متوقع، لاني ما اخترتش مبابي وميسي، بس يعني اختاروها بشكل فردي بحت. الاثنين عندهم ارقام فرديه معقوله، مبابي يمكن كمان اكتر من ميسي، هالاند كمان عنده ارقام فرديه وعنده البطولات. يمكن علشان هالاند الناس بتتكلم دايما ان كل الفريق بيساعده، في حين ان ميسي ومبابي في حد ذاتهم فريق يعني. هنشوف السنين الجايه كمان نفس الكلام، نفس الديبيت بتاع هو ليه مثلا بيلينجهام ما كسبهاش، يعني باعتبار اكتر لاعب متالق في العالم حاليا، لو لقيتها راحت لهالاند ولا امبابي ولا حاجه. طبيعي طبيعي الجدل ده، يعني اعتقد برضو امر ممتع في الاول وفي الاخر، المتعه ان انت تصوت وما تبقاش عارف مين اللي هيفوز، دي اكيد متعه ومصداقيه في نفس الوقت. طبعا متعه كره القدم في الجدل اكتر من ممارستها يمكن. واحنا عندنا ما شاء الله المتعه دي، المتعه دي عندنا متوفره جدا، يعني الجدل عندنا جدل عندنا حدث ولا حرج. تيجي تشوفي مين افضل نادي في مصر ومين افضل لاعب في مصر، صعب الجواب. دي لا، افضل نادي معروفه بقى، بس مش مشكله. يعني بالنسبه بشكل عام يعني. طيب عايز اعرف اكتر عن تصويتك انت، يعني انت صوتت لاكتر من جايزه، مفروض قول لنا مين تاني. أنا اخترت رقم واحد هالاند في اللاعبين، وفي المركز الثاني كان رودري لاعب مانشستر سيتي للجميع تجاهله يمكن، وفي المركز الثالث كان أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا ونابولي. بالنسبة للمدربين كان اختياري لجوارديولا ولوتشانو سباليتي وإنزاجي. في حراس المرمى كان افضل حارس بالنسبه لي كورتوا، وبعديه ايدرسون، والمغربي في المركز الثالث ياسين بونو. ياسين بونو. طيب هل كان صلاح، لان السؤال ده ناس كثيره كانت عايزه تعرف، يعني هو اصلا كان في القائمه النهائيه للتصويت ولا ما كانش موجود؟ لا الحقيقه محمد صلاح للاسف ما كانش موجود في القائمه النهائيه خالص. فيفا رشح مجموعه من الاسماء، صلاح ما كانش منها، هو كمان صلاح ما كانش موجود في القائمه المرشحه لاختيار افضل فريق في العالم. طيب انا قبل ما اختم معاك عايزه برضو اعرف منك الاجواء هناك، التنظيم هناك، الحضور هناك، التغطيه الاعلاميه والصحفيه، يعني خلينا نعرف منك كده بشكل حي شويه الاوضاع كانت ازاي والاجواء. هو الامر منظم تماما، ومفيش اي مجال نقدر نتناقش فيه عن تلاعب او اي شيء من دايما بيتردد في الجوائز، لان التصويت بيتم من خلال تطبيق بيوصل للشخص فقط اللي من حقه يصوت، والشخص ده بيصور نفسه اثناء التصويت وبيوقع بايده. ففكره وكمان الجهه المسؤوله عن التصويت او صارت الاصوات فيما بعد جهه حياديه مش تبع الفيفا. كويس جدا. احنا في النهايه صعب جدا نتناقش في فكره ان فلان استبعد علشان هو مش يعني مش او يعني خسر علشان تظبيطات وتربطات، دي صعبه جدا جدا. ايوه ايوه مظبوط. تنظيم طبعا ممتاز مثالي بالنسبه لكل المتابعين، اهم مؤسسه رياضيه في العالم الفيفا بتنظم الشيء ده بشكل منتظم وسنوي، كل سنه افضل من اللي قبلها. احنا بنحاول دايما في الجاي بالنسبه لنا نتعلم ازاي ناخد الافضل عند الفيفا ونضيفه للكره المصريه، بحيث ان احنا ما نتوقفش في المرحله اللي احنا فيها بقى لنا 50 سنه. استاذ هادي، لا حضرتك لازم تنورني حلقه بقى بجد. لا بجد ان شاء الله ننسقها لما حضرتك تعود بالسلامه، وبشكرك جدا على هذه المداخله ونقلك كمان للاحداث الموجوده والكواليس اللي كانت في هذا الحفل.
طيب هنروح بقى لحاجة عجبتني قوي امبارح، واي لاعب وحضراتكم يعني الموضوع ده عارفينه ما هوش حاجه جديده، بس اي لاعب بينضم للنادي الاهلي بتبقى قصه نجاح ليه، ده مش مبالغه او دي مش مبالغه مننا لما نقولها، بس ده واقع، والواقع ده بيتقال من اللعيبه نفسهم. يعني لو رحنا ليه وسام ابو علي طبعا الوافد الجديد، واتكلم هو للموقع الرسمي للنادي واللي اجرى كان حوار كان شيق جدا وناس كتيره جدا تابعته، هو قال يعني ان هو مهم جدا وهو فاهم جدا ان الهدف دايما هو الفوز بكل البطولات، وان الانضمام للنادي الاهلي شرف لاي لاعب، وان هو سعيد جدا جدا بتواجده، وان هو مش بس سعيد بالتواجد في النادي الاهلي، لا اهله كمان بيحبوا النادي الاهلي جدا وسعداء جدا، وده كان زي حلم بالنسبه لهم ان ابنهم يلعب مع النادي الاهلي. خلينا نتابع بنفسه هو قال ايه ونرجع نكمل. أنا مبسوط كتير في انضمامي لنادي الأهلي، أول مرة سمعت في نادي الأهلي وإنه عم بتطلع علي يمكن بدنياني أجي، كتير كتير انبسطت، ولما قلت لأهلي كمان يعني انبسطوا، أبوي بعرف نادي الأهلي من لما كان صغير، والنادي يعني كبير كبير كتير في الدنيا كلها، ويعني أنا فخور كتير في إنه صرت لعيب نادي الأهلي. المفاوضات بدأت معايا من شي شهر، الايجنت تبع المانجر اتصل فيي قال لي انه نادي الاهلي عم بيطلع علي وفي انه بدهم يجيبوني، فمن هاليوم قلت لحالي انه ان شاء الله اقدر اجي على نادي الاهلي، نادي كبير كبير كتير، وحسيت بقلبي انه بدي اعمل كل شيء انا ببداية لاوصل على النادي الاهلي. كان في عروض ثانيه من بلاد ثانيه، بس انا اول ما اجوا نادي الاهلي وقالوا انه بدهم اياني دغري عرفت مع حالي انه انا بدي اجي لهون، والحمد لله صارت. الجمهور تاع نادي الاهلي يعني خلاني احس اكثر انه بدي اجي، الواحد مش كل يوم بيجيك فرصه تلعب قدام 70,000، ويعني إنه الواحد يكبر ببلد عربية، وأنا مهم لي كمان إنه أرجع علم فلسطين، أرفع رأس فلسطين في الأيام اللي جاي هلأ، فإن شاء الله أنا أقدر أرفع رأس فلسطين ويكونوا معنا كل الجمهور، وإن شاء الله نربح قد ما بدنا نربح مع الأهلي. في العروض اللي كلها إجتني أنا تمسكت في نادي الأهلي عشان إنه هي نادي قرن افريقيا، يعني انه شو بده الواحد يقول، نادي كبير ونادي انه الواحد ما بيقدر يقول لا، انا كفلسطيني وكعربي ما بقدر اقول لا، هي لإلي نادي الاهلي مش بس نادي فوتبول عادي زي اي نادي، هي نادي العربيه الافريقيا، يعني انه انا فيني ارجع حالي وارفع راسي وراس عيلتي وراس كل الفلسطينيين ان شاء الله. قبل ما اجي انا حضرت كم ماتش للاهلي كمان ضد الاتحاد في كاس الكلوب وورلد كاب انا بقول له، ويعني صراحه تفاجأت كمان شوي في اللعب وفي الجمهور يعني كانت هي في السعوديه والجمهور اهلي مل الاستاديوم، وهي شغله كبيره لإلي كمان انه الواحد يشوف انه بيقدر يلعب على درجه اولى 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 قدام الدنيا كلها، والصراحه انا باخر انا جاي على الاهلي اربع كاس، طول حياتي انا بدي اربع كاس، وهون في احلى فرصه انه الواحد يربح للتشامبيونز ليج ويربح البريمير ليج، وان شاء الله نرجع نوصل على كاس العالم الفرق. ابي بعرف كثير في نادي الاهلي، واهلي في لبنان الفلسطينيه بحيوا نادي الاهلي كمان، وصراحه انا صرت اهلاوي بسرعه، وشو بدنا نقول يعني وصلنا لهون
والحمد لله انا مبسوط، وانا صرت اهلاوي يعني شو بدنا احنا من هيك. امام عاشور بعرفه من الدنمارك لما انا كنت العب في الدنمارك، وفي بيرسي تاو عرفته، وعرفت كم لعيب بعد، الشناوي طبعا الحارس حارس مصر، فعرفت كم لعيب. بس صراحة أنا ما فكرت فيها، أنا ضليتني أشوف حالي في نادي الأهلي. ما طبعا اللعيبة مهمة ومع مين تلعب، بس آخر شيء أنا إنه أقدر أشوف حالي أنا وأسامة أبو علي في نادي الأهلي، وهي أنا هون. أنا جاي لنادي الأهلي جاهز في التحدي. آخر شيء إحنا كلنا فريق، والأهم شيء إنه نربح الكأس، نربح الشامبيونز ليج، نوصل على وين ما بدنا نوصل كفريق. بس إذا بطلع حالي كوسام، أنا جاي بدي ألعب، وإن شاء الله أنا باجي بالتمرين وبالماتشات لما تجينا الفرصة إنه أنا لازم ألعب. غير هيك بنشوف شو بصير. يعني آخر شيء كولر بحط الأول لعيبة، وإذا أنا بكون منن بكون مبسوط، وإذا لا رح أتدرب أحسن وأحسن وأوصل لهين. أنا سمعت إنه كولر حضر ماتشات فيي وحب اللي شافه، وإنه أنا يعني في الطريقة اللي هو بحب يلعب، يعني ماتش زي ما الواحد بيقول، إنه بيشوفني أنا كهجوم في نادي الأهلي. سمعت إنه بحب الطريقة اللي بعمل أنا بريس فيها، بدافع كأول دفاع كهجوم، وطبعا أنا جاي لهون أفوت جوال، وهي أهم شيء. فيناش نلعب 30 لعبة من دون جول، وعشان هيك أنا جاي أهم شيء أفوت جوال عشان نربح الماتشات اللي بنلعبها. أنا حابب أشكر مستر كولا عشان إصراره للتعاقد معاي. أنا كتير مبسوط إنه هو شافني ألعب الماتشات، وأنا حابب إنه أرجيه إنه أنا قد المسؤولية، واللي شافه هو أنا رح أرجيه. أنا أحلامي مع النادي الأهلي ألعب في الشامبيونز ليج الأفريقي، أربح البريمير ليج، أقول قدام جمهور النادي الأهلي، أروح على كأس العالم الفرق، ألعب ضد فرق كبيرة من أوروبا كمان مع نادي الأهلي، نربح وإن شاء الله نوصل للفاينل كمان بالكلوب وورلد كاب. أنا عايز أقول لجمهور الأهلي إنه أنا مبسوط كتير إنه وصلت لهون، صرت أهلاوي، ومن اليوم راح أبلش في كل ماتش في كل تمرين أعطي 100%، وإن شاء الله نربح ونفوز بكل البطولات مع بعض. يعني بالتوفيق للاعبنا وسام أبو علي، إن شاء الله بالطموحات اللي أنت قلتها والأحلام اللي عندك تقدر تصنع لنفسك تاريخ مع النادي الأهلي بإذن الله، وتكون فترة ناجحة جدا ليك وللنادي الأهلي بإذن الله. وعلى الصعيد الثاني نتمنى كل الدعم من جماهير الأهلوية كالعادة طبعا لكل لاعب بينضم لي النادي الأهلي، وخصوصا لو كان يعني لاعب مش محلي، ونتمنى لي بإذن الله التوفيق ونديه الثقة، لأن الثقة دي معناها الاحترام ومعناها الدعم ومعناها حاجات كتيرة جدا ومعناها الأمان. فبالتوفيق لوسام احنا واثقين بإذن الله أنه هو هيفرحنا وهيفرح ملايين المصريين. خلينا بقى نروح لملف آخر، وملف وحنرجع تاني طبعا للحديث عن المنتخب وكرة القدم. بس امبارح كمان وصول فكرة هنا أن بدأ وصول المنتخبات المشاركة ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد. احنا بنتكلم عن نسختها 26 اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة، هتكون من 17 ل يعني 27 يناير، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. والبطولة دي بتعد من البطولات المهمة جدا اللي بتحظى كمان بمتابعة كبيرة جدا من عشاق اللعبة دي، اللي ابتدوا على فكرة يكونوا في تزايد مستمر الفترة الأخيرة. يعني كرة اليد قدرت أن هي تحفر لنفسها مكانة كبيرة جدا، يبقى ليها جماهيرية وشعبية كبيرة، وده راجع للأداء المختلف للمنتخبات المختلفة اللي ابتدت فعلا تبقى رائعة وتطور من هذه اللعبة في دول مختلفة. امبارح كمان وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي قال أن مصر بتسعى لتنظيم بطولة استثنائية، وأن جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوفير أفضل الظروف، والمنتخبات كمان تكون يعني كل اللي هي بتحتاجه متلبي. وكمان عايز اقول لحضراتكم، مصر هو اتكلم عن ان مصر ليها خبره كبيره جدا في تنظيم هذه البطولات الرياضيه الكبرى، والحقيقه الكلام ده هتفق فيه مع سياده الوزير، لان
يعني ارجع كده لكام شهر فاتوا، ارجع لكام سنه فاتوا، هتلاقي ان مصر تقريبا ما فيش رياضه هي ما يعني نظمتها ما نجحتش فيها. فبجد ده شيء اعتقد محترم جدا، كنا بعيد عنه لفتره او لسنوات طويله كتير، لكن عدنا مره تانية او بدانا مره تانية، والحمد لله البدايه بتاعتنا كانت موفقه لحد هذه اللحظه. يعني بننظم بطولات كبرى، حضراتكم فاهمين ان بطوله زي دي من البطولات الكبرى اللي بتاهل كل المنتخبات بعد كده او الفائزين لباريس 2024، هي هتقام كمان في مجمع الصالات باستاد القاهره الدولي، ده بيعد واحد من افضل الصالات الرياضيه كمان في العالم. ده برضو مش كلامنا او تقييمنا، محدش بيقيم نفسه يعني، احنا بنتكلم عالميا، ده كان التصنيف. ومفروض بتضم بطوله امم افريقيا 16 منتخب، منها 5 منتخبات عربيه. خليني اقول لحضراتكم برضو هم مين: مصر طبعا حامله اللقب، ومنتخب تونس هو الاكثر تتويجا بالبطوله، والمنتخب الجزائري والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، وكمان بتشارك منتخبات زي عندك كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنغولا ونيجيريا وكينيا، مش عايزة أنسى حد يعني. ومفروض هتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الخمسة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد، وبعد كده اللي هتقام طبعا في كرواتيا يعني والنرويج والدنمارك، وهيتأهل المنتخب بقى البطل لمنافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. كل التوفيق، ولكن في الأول وفي الآخر هي بطولة كبيرة جدا، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هي برعاية شركة استادات وطبعا مجموعة أندية سيتي كلاب، فيعني كيان كبير جدا كمان بيرعاه، فأكيد هيظهر بالمشهد اللي يليق بمصر. كمان عايز أقول لحضراتكم أعلنت وزارة الشباب والرياضة الموافقة على حضور 15,000 مشجع للمباريات من خلال الحجز على موقع طبعا شركة تذكرتي، للي حابب من حضراتكم ان هو يحجز من دلوقتي. وطبعا منتخب مصر هو زي ما قلنا حامل لقب النسخة الماضية، وبالتوفيق طبعا، لان زي ما بنقول احنا نتمنى التأهيل والفوز علشان بعد كده نروح وننافس في اولمبياد باريس 2024، واعتقد ده حلم كل المنتخبات اللي هتكون يعني بتشارك. طيب خليني بقى اروح بعد كده للسكواش، عايزين نروح للسكواش، لان السكواش كالعاده يعني ما هوش خبر مثلا هنقول خبر مفاجاه، لا عايزين نقول مبروك للمره المليون وان شاء الله في تزايد لابطال مصر اللي سيطروا على جوائز بطوله فلوريدا المفتوحه للسكواش هنا بمشاركه 17 لاعب ولاعبه من منتخب مصر. بنتكلم رجال وبنتكلم سيدات، نور الشربيني توجت المصنفه الاولى عالميا لسيدات السكواش بلقب البطوله بعد الفوز على هانيا الحمامي مصريه ايضا، وفاز المصري مصطفى عسل بلقب البطوله في منافسات رجال بعد ما فاز على مازن هشام. يعني هرجع اقول تاني، نهائي مصري خالص على سواء السيدات او على صعيد الرجال، الفينال بتاعنا مصري مصري، فطبعا ده انجاز وحاجه لازم نفتخر بيها، وبنتائج ابطال مصر في السكواش بجد المتواليه والمتتابعه في كافه المراحل العمريه، مش بتكلم مثلا على عمر معين، لا حتى الناشئين، حتى يعني رجال وسيدات في كل الاعمار، فبيحافظوا ده مش سهل على الصداره المصريه العالميه في السكواش بعد انضمامهم كمان او بعد انضمامها للالعاب الاولمبيه. نتمنى بقى مصر تكون هي المسيطره الاولى والاخيره على الميداليات الذهبيه ان شاء الله في البطولات القادمة والأولمبيات القادمة. طيب خليني أروح بعد كده، هنتكلم برضو لأن شوفوا احنا تقريبا في الحلقة الواحدة بقينا بنوصل لمرحلة ان احنا بنتكلم عن اكتر من بطولة بتنظمها مصر. البطولة اللي انا كمان هكلم حضراتكم فيها هي خاصة وهي سابقة مفروض الاولى من نوعها، لان في تاريخ التايكوندو المصري يعني مصر هتنظم بطولة الجائزة الكبرى هنا للفري ستايل من 8 ل 10 يناير بجوائز برضو قيمتها البعض قال لك مش وحشة، يعني ربع مليون جنيه 250,000 جنيه، وده بعد اعتمادها الاول يعني لأول مرة أصلا كمنافسة أساسية بدورة الألعاب الإفريقية اللي تم استحداثها كمان أو استحداث البطولة ككل، دي كان ضمن خطة التطوير الشامل لقطاع هنا البونزا بمصر بعد النجاح والانتشار اللي اتحقق فيه. فبالتوفيق، وأعتقد برضو خبر ده أعتقد جيد جدا، وسعداء إن احنا برضو بنسمع إنجازات زي دي رياضية وخاصة بيه كمان مصر والتنظيمات المختلفة اللي بالمناسبة خليني أقول لحضراتكم اللي بينظم يعني الفعاليات دي مصريين
ودي نقطة مهمة جدا. يعني ممكن حد يجي يقول لك طيب ماشي بتنظموا يعني بطولة دولية على أرضكم عادي، البنية التحتية عملتوها بس أنتوا لسه ما عندكوش الفكرة. لا، خليني أقول لحضرتك إن الكوادر اللي شغالة على البطولات دي كلها كوادر مصرية بنسبة كبيرة جدا. فده معناه إن أنت حصل عندك تطوير، إن أنت ابتديت تستعين كمان بأهل الخبرات طبعا، لكن بالشباب اللي عنده برضو فكر مختلف، فكر متطور، المطلع على العالم. فهي دي أو دي الخلطة بتاعت النجاح، إنك تعتمد على الخبرات بس كمان تستعين بالفكر الجديد والمستحدث من قبل الشباب الصغير، دايما يبقى عنده رؤية مختلفة. عشان كده أنت في الآخر يبقى عندك معادلة في تنظيمات أكثر من رائعة البطولات يعني مختلفة. أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة النهاردة هتطلعنا عليها مراسلتنا العزيزة جدا روزان نصر، موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. روزان بونجور، صباح الهنا عليكي وسامعينك، تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار سواء للفريق الأول أو كمان يعني المنتخب المصري في جميع الألعاب. طبعا هنبدأ أكيد بالفريق الأول، يعني هنبدأ بالحديث عنه. يعني الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر، واللي عقد جلسة مهمة جدا مع كابتن خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران، وده طبعا ضمن الجلسات التنسيقيه المتواصله بين الجهاز الفني للترتيب اكيد للفتره المقبله. وشارك ايضا في ميران الامس 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وده اكيد يعني لتعويض يعني النقص العددي بسبب يعني انضمام اكثر من لاعب من الفريق الاساسي اكيد للمنتخبات الوطنيه. كمان واصل الثنائي احمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص ليهم تحت اشراف اكيد الجهاز الطبي بالنادي على هامش الميران. النهارده بقى يعني واصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، التجمع كان الساعه 9 صباحا، والميران يعني يمكن بدا منذ قليل يا نهاوند، وبالفعل هم في الميران حاليا يعني. وخلينا نقول ان هم بيستعدوا بشكل قوي جدا اكيد للفتره المقبله. خلونا بقى نتكلم شوية عن المنتخب المصري طبعا في بطولة كأس الأمم، واللي من بعد التعادل أمام يعني في أولى مبارياته أمام الموزمبيق يعني من المحتمل أن يكون في تغييرات في تشكيلة الفريق قبل طبعا مواجهة غانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا 2024. فيتوريا طبعا من المتوقع إحداث يعني تغييرات في إدخال أحمد فتوح في الجهة اليسرى بدل من محمد حمدي، ومنح الفرصة لعمر كمال في الجهة اليمنى بدل من محمد هاني، كمان عمر مرموش خيار محتمل في الجناح الايسر خلف محمود تريزيجيه، من مع احتماليه اكيد وجود مروان عطيه مكان محمد النني في نص الملعب. وهيتم اكيد يعني تحديد القرار النهائي يعني لروي فيتوريا خلال التدريبات الاخيره، وده اكيد يعني لتحقيق بقى الفوز في المباراه القادمه اكيد يعني لتعزيز فرصه التاهل للدور التالي. بينتظر بقى عشاق كرة اليد النسخة 26 من بطولة أمم إفريقيا، واللي هتستضيفها كمان مصر في الفترة من 17 ل 27 من شهر يناير الجاري، وتشهد البطولة تأهل أول 5 منتخبات لكأس العالم لكرة اليد 2025 اللي هتستضيفه كرواتيا. كمان هيحجز المنتخب المتوج باللقب تذكرة مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية لباريس 2024. منتخب مصر طبعا هو حامل اللقب النسخة الماضية بعد ما فاز على الرأس الأخضر، وأكيد كلنا أمال يعني في كمان تحقيق منتخب مصر اللقب الثالث على التوالي من أجل أكيد الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لهذه البطولة. خاض كمان المنتخب مجموعة من المباريات الودية تم خلالها طبعا تجربة جميع اللاعبين اللي وقع عليهم الاختيار للانضمام أكيد في معسكر المنتخب، وكل التوفيق أكيد للاعبين. أخيرا بعد فوز كرة طائرة رجال بالنادي الأهلي على سبورتينج في الدوري، هيتوقف طبعا الدوري الفترة المقبلة بسبب استعداد أيضا منتخب مصر للكرة الطائرة لخوض التصفيات الإفريقية للمنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024، وتستضيف مصر أيضا منافسات تصفيات المنطقة الخامسة في الفترة من 22 وحتى 28 هذا الشهر. كمان كل التوفيق أكيد ليعني منتخبنا المنتخب
المنتخب الوطني لكرة اليد في هذه البطولة. ودي كانت أهم وأبرز الأخبار يا نهاوند اللي معايا من داخل النادي الأهلي. بشكرك وعودة ليكي مرة تانية. واحنا كالعادة بنشكرك جدا على هذه التغطية زميلتنا وصديقتنا العزيزة رزان نصر، شكرا ليكي. طيب خلينا نتابع دلوقتي ونتعرف على أكبر حضور جماهيري في تاريخ التنس من خلال الفيديو جراف ده، ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم طبعا مره كمان، واكيد كلامنا لسه متواصل عن كاس الامم الافريقيه واستعدادات منتخب مصر لمباراه غانا، وكمان ابرز المفاجات، لان بصراحه مفاجات لا تنتهي يعني في الجوله الاولى لحد هذه اللحظه. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. كنا بندردش قبل الهوا، بحب دايما اتكلم مع ضيوف يعني قبل الهوا على طول، واستاذ محمود قلت حاجه عجبتني جدا، قلت لي احنا هنبقى عايشين في وهم لو فاكرين ان احنا هنفضل على المستوى بتاع زمان او تاريخ زمان، ومش مؤمنين ان اللي حوالينا بيتطوروا بيروحوا لحته تانية خالص. ويمكن ابرز دليل على كلام حضرتك ده مباراه امبارح. يعني خليني ابدا مع حضرتك من هنا. لا انت لازم تبصي، والنظره دي يمكن اتاخرت شويه، وكان المفروض تبقى من البطوله اللي فاتت. يعني البطوله اللي فاتت عملت فيها ريكورد ما كانش حد توقعه، ورحت لعبت النهائي وخسرت بركلات الترجيح. انت على مدار البطوله اللي فاتت رغم ان الناس انتقدت الاداء الدفاعي المبالغ فيه من جانب كارلوس كوريشك، النهارده بتتنضري بتقولي يا ريتنا هنبدا كنا زي، مع انك انت بداتي بهزيمه من نيجيريا وبعد كده الدنيا ايه تحولت تدريجيا. دائما البطولات المجمعه البطوله تولد خلال البطوله. البطوله تولد خلال البطوله. حلوه الجمله دي. يعني لازم يكون عندك الاصرار والحماس لانه دي بطوله مجمعه، فانت يبقى عندك هدف كمرحله اولى ازاي تصعدي. الصعود بقى هنا ايه؟ انت طبعا المفاجاه في المجموعه اللي عندنا كان اداء كاب فردي قدام غانا الكبيره. ما عادش خلاص في كبير وصغير في الكوره خلاص. صحيح. يعني صحيح. ايه؟ صحيح. المساله اصبحت ايه؟ التزام وروح طموح رغبه قوه بدنيه هايله. شفت فرقه بتجري في الملعب لغايه الدقيقه 90 ازاي؟ شفت حجم الاصرار والسرعه؟ شفت ادائهم؟ شفت منتخب غانا المدجج بالنجوم والاسماء؟ شوف. لم تعد الاسماء هي اللي بتخوف خلاص. صحيح. على ارض الواقع بيقول لك ايه؟ انزل معايا الملعب. يعني اقعد اتكلم في الاستديوهات للصبح بس انزل معايا الملعب. لا قابلنا في الملعب. سيب لي بقى من تاريخك من الكلام ده والكلام القديم، خليك في دول. انزل معايا الملعب وريني. صح. وريني روحك، يعني ايه؟ وريني يعني قدرتك وطموحك وروحك القتاليه عشان احس انك انت انا بواجه. لا ده انا بواجه منتخب مصر حاسب. يعني انت عملت هجمه لا ارد عليك بثلاثه. فانت ايه؟ فانت المساله ابص على اخطائنا في 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 مباراه الافتتاحيه امام موزمبيق، وكله رايح والدنيا هاديه وهنكسب موزمبيق يا جماعه، وانت مش واخد بالك انك انت وانت بتقرا في الاسماء
قائمه موزمبيقه طلع انه في ناس ايه لعيب بتلعب في دوريات كويسه، ده المهاجم بتاع سبورتنج لشبونه بتاعهم مصاب او موقوف ما لعبش، مدافع مميز ما لعبش، شوف قدرات اللعيبه عملت ايه معاك، شوف انت في 5 دقائق اتخطفت 3 دقائق في الجولين. لا يعني 3 دقائق لا لم يكن في المتوقع، يعني انت في حين انك انت ايه تفننت في الشوط الاول بدل ما تستغلي الصدمه اللي انت عملتيها في اول دقيقه هدف رائع جدا من مصطفى محمد انك انت تكملي وتخلصي الماتش وتبقى لعيبه بقى ده واروح ساحب اللعيبه 5 واغير عشان الاجواء مش عاوز ادخل ايه. عاوزين نطلع بقى بلاش حكايه والنبي، عاوزين نبطل حكايه ايه الطقس والمناخ. لا طقس ومناخ ده يتقال لفرق مش محترفه ومش منتخب مصر ماشي. اللي مر بكل الاجواء تقريبا. هل المشهد ده كله خليناه يا اما تاخد درس وتبني عليه وتكمل يا اما بقى انت واحنا اخذنا دروس كفايه متهيألي هناخد تعبنا من كتر الدروس عايزين بقى نطبق اللي اتعلمناه من الدروس. فانت دلوقتي داخله فين؟ زي ما بقول ايه ويمكن تصريحات اللي قالها الدكتور اشرف صبحي امبارح تصريحات مهمه جدا بدعم الفريق وكل دوله عمل فعلا الدوله عملت كل حاجه ده حقيقي وقلنا الكلام ده قبل الخساره او التعادل يعني بالمناسبه. ايه اللي ناقص يعني ايه اللي ناقص انك انتوا تورونا في الملعب ويعني واللي نازل زعلان وايه كل لاعب ينزل يلعب 5 دقايق ويبقى نازل يعني نازل زعلان لما تنزل في الـ5 دقايق تثبت انك انت احسن من اللي كان موجود وهتنزل اكتر هترد يا سيدي يعني احنا منتظرين منك ايه صحيح. وبعدين المساله يا اما بتدافع عن تاريخك وتاريخ البطل اللي هو يعني كان بيسود افريقيا في فتره من الفترات يا اما ما بلاش نقعد نتكلم كلام ملوش معنى. انت النهارده البطوله بتشهد انقلاب على الكبار انقلاب على الكبار. لا النهارده مصطلحاتك عجباني قوي يا استاذ محمود والله حلوه. خلينا نقول مش مباراه واحده ولا اتنين اللي اثبتت كده، هي البطوله فعلا عنوانها الانقلاب على الكبار. ايوه طبعا صح. ما بقاش ليها صاحب المجال او هنشوف بقى في الجولة الثانية الوضع هيبقى عامل ايه من انطلاقها ايه يوم الخميس. لكن انت لما تيجي تبص على المشهد هتيجي ان ايه مثلا مصر تعادل مع موزمبيق فتفاجئك والله الواحد وهو بيقولها بيقول خسارة بيتلخبط بيقول خسارة من موزمبيق. تعادل ايه ده؟ تعادل بشق الانفس ده هم هتجننوا. ده الصحافة بتاعتهم قالت لك كنا قريبين من الحلم فوز على مصر ده هيبقى فوز تاريخي بالنسبه لهم، كان اول مره يحصل ان هم يفوزوا على منتخب مصر. لكن انت ايه احنا دايما اقول احنا متفائلين بوجود موزمبيق معانا عشان لعبناها مره وكسبنا، لعبناها مره كسبنا البطوله، فزنا عليها مره وكسبنا البطوله. فانت عاوزه ايه؟ طب انت خلاص مش حلو قوي الكلام الجميل ده، انا عاوزك بقى على الشغل على بس انا عايز اسالك حاجه في كلام حضرتك ده، هل ده ممكن حد يجي يرد عليك يقول لك طب يا جماعه ما بالراحه شويه عادي، ما هي غانا خسرت، ما هي الجزائر امبارح اتعادلت من انجولا، فيعني دي مش ضربه بدايه وحشه قوي، ما الضربه بدايه وحشه على الكل، يعني هل ممكن ده يكون رد مثلا منطقي؟ ماشي احنا ما قلناش ان احنا قفلنا الكتاب ويلا بينا نروح ونمشي، ما خدناش الكوره ومشي. لا ما قلناش احنا بنقول ايه؟ اتمنى يكون في درس، اتمنى عشان احنا تعبنا من حكايه الدروس، اتمنى ان احنا كنت خدنا بالنا ان احنا داخلين على مباراه. لما اجي اقول يا ده مباراه غانا صعبه يا سلام لو والله فزحه وانت رايح تلعب مع مين؟ اذا كنت انت مش واثق في قدراتك وعندك طموحاتك وواقف على ارض ثابته والبطل لا يهمه، البطل يهمه واجه اي فريق ويكسب. صحيح. انت عليك انك صحيح. تلعب كورتك وتحترم المنافس وتقلل اخطائك. دايما بقولها لك احنا اللي بنهزم نفسنا باخطائنا بتصرفاتنا مش قوه المنافسين بس، لا انت بتشاركي بتصرفات وحركات ورعونه وعدم تركيز وكلام ملوش لازمه نقعد نتاجر بيه كل شويه. ما ينفعش يبقى عندك الفريق ومدير فني مصروف عليه قد كده وبص على الاداء في الملعب بالطريقه دي، ما فيش جمله اتعملت في الماتش. يعني ايه مدرب يجي فيه جولين يقعد يتفرج وعامل يده على خده مش عارف يتصرف في الملعب ازاي؟ والجولين جم امتى؟ ده جم في 53 وغالبا كان عنده صدمه يعني. لا التصريحات صدمه هو التصريحات بتاعته بعد كده كانت كلام لا غريبه جدا على فكره ومردود عليها. يعني ايه اصلح الاخطاء؟ ما كنت بتعملها قبل كده لما هي الاخطاء لسه موجوده. يعني عاوز اقول لك اخطاء ايه اللي انت تصلحها وانت مش دارس واخد بالك ان كان ليك تجربه بس هي اخطاءه هو استاذ محمود ولا اخطاء المنتخب اللعيبه؟ على فكره الكل يعني شريك. هو حط خطه مش مظبوطه، حط لعيبه في مراكز مش مظبوطه ولا ده غلطه اصابه مش هيمسك رجل اللاعب ويحركها؟ يعني قولي لي ايه الخطه؟ انا ما شفتش خطه دفاعيه، انا شفت خطه عارفه لو لعبت لو انت عارف انت في قدرات بتقول لك ايه وانت بتتفرج كده لا ده المدرب عنده حاجه عاوز يعملها. يعني ايه هي مش لا انت كروش مثلا انتقدناه بما فيه الكفايه وانه عمل ازمات بس كروش كان دفاعي بحت برضه بس احترمت فيه ايه؟ انه عارف قدراته فلعب على ايه؟ على اساسها على اساسها عمل شكل ماشي عمل بس ايه؟ وانت في المشوار عملت مباراتين مميزتين، عملت مباراه المغرب مميزه جدا وكسبت 2-1 وكان ممكن تروح بنتيجه اكبر من كده
وعملت ورغم كده انك انت طلعت كوت ديفوار بضربات الجزاء وطلعت اصحاب الارض قدام منتخب الكاميرون وسط جماهير وضربات الجزاء ورحت في ايه في ضربات الجزاء في مباراة. هنا كان المفروض في مباراه السنغال يتغير الفكر يتغير السنغال فريق مدجج بالنجوم عندهم ثقه في انفسهم وبتاع والكلام ده. انت كان حتى يعني لازم يكون في ضربات الترجيح لما خسرناها انت شفت كان الضغط النفسي عامل ازاي طبعا عليك وهم طبعاً. ضغطوا عليك قبليها قال لك لا ايه الفريق ده بيفوز بكل ماتش بيعمل بيقفل وبيخلص بيلعب على حاجه هو حافظها فحصل ضغط عليك خسرتي. الازمه كانت بعد النهائي الافريقي فانك انت هتقابل السنغال بعديها بفتره في تصفيات كاس العالم المباراه الفاصله لم تستفيدي ما انا هو ده اللي بقولك لم تستفيدي من درس أمم أفريقيا اللي أنت خسرتيها بركلات ترجيح خسرت بركلات الترجيح في ملعب السنغال بصورة غريبة جدا وأبرز لعيبتك ضيعه وكانت صدمة بالنسبة لك. فاللي أنا عاوز أقوله إنه إذا لم يكن لديك ثقة وطموح أنت واحترام للمنافس وتقدير لحجم البلد اللي أنت بترتدي الفانيلا بتاعتها وألوان العلم وإنك أنت وراك جمهور كبير جدا والناس منتظرة حاجة تشوف الناس عاوزة تفرح ماشي والحاجة الوحيدة اللي بتفرح هي كرة القدم متعة الناس البسطاء ودايما بيجدوا فيها فرصة. انت لو شفتي رد الفعل بعد مباراة ده لا شفته وتابعنا واتكلمنا وعرضنا غريب جدا رغم الكل رايح وفاكر انه خلاص ان ثلاث نقاط في جبنة وهنخلص. الامل دايما موجود بس مين موجود بروحك وبإصرارك موجود بعملك مش عاوزين كلام ومش عاوزين بقى فلان قعد مع فلان وكلام فلان كلم وجابه صح لا يعني الناس عاوزة تشوف الكلام في ارض الملعب. مباراة غانا هي مباراة تحدي نكون او لا نكون سيبك بقى من اللي يقول لك ايه اصل انت خلي بالك اي نتيجه سلبيه في مباراه غانا ترتب عليها مواجهه مع كفردي مش هتبقى ده هتبقى مباراه لا شوف لا بص على السيناريو لا نتمناه اكيد ما انا بكلم شوف وصل بينا الامر ان يصل بينا الحال انك انت تبقى عامله حساب مع كامل احترامي اكيد بنتكلم فنيا لا نقلل يعني بجور. انت يا ما يصل بك الحال كده تبقى انت خايفه من اللي جاي يبقى لا يبقى في مشكله عندك. فانا عاوز اقول انه الناس كلها قدمت كل الدعم الراجل اختار افضل العناصر من وجهه نظره. اتمنى ان يكون مباراه غانا دي مباراه انطلاق نحو اللقب عندنا نقدر عندنا لعيبه امكانيات بس عاوزين الروح عاوزين روح البطل تعود روح البطل تعود بتركيز شديد في الملعب تقليل الاخطاء. بص انا هتكلم مع حضرتك استاذ محمود لازم يبقى في حاجه خارج الاطار على انا هتكلم معاك بمنتهى الصراحه يعني مش هنتكلم على من بره او كهوامش في الكلام لا هتكلم في تفاصيل. خلينا نروح واحده واحده كده طالما فتحنا ملف المباراه القادمه. انا كنت عايزه اتطرق لمباريات امس بس خلينا نعود ليها مره ثانيه. خلينا دلوقتي في مباراه مصر وغانا ونتكلم بمنتهى الصراحه المباراه اللي احنا لعبناها بتشوف مين مش يعني كان أداء منه متوقع تماما وتحديدا هبدأ بالمحترفين مين من المحترفين بتوعنا اللي شايف ان هو تقريبا جه زي ما جاش ومش بنقلل منه هو بنتكلم فنيا عشان برضو نبقى فاصلين ما بننتقدش شخص يعني بني آدم بشخصه بنتكلم عن فنيات. فمين من المحترفين شايفه لا شو هو ده كلهم ده تصريح خطير جدا ما عدا عن مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد ده تصريح خطير على فكره لا كلهم ما كانوش في حالتهم. في حاجه غريبه كانت في المباراه تحس انه الناس تايهه مش شايفه ده في كذا لقطه في كوره مثلا ضاعت من محمد صلاح الناس كلها مستغربه الكوره نازله في منطقه الجزاء دايما صلاح بيحطها كده بشماله هناك في الزاويه قلش نتكلم بصراحه اكتر قلش ليه محمد صلاح مع المنتخب المصري مش محمد صلاح؟ لا ما اقدرش اقول كده انا بتكلم برضو فنيا لا ماشي ما اقدرش اقول كده لكن هو محمد صلاح برضو عليه ضغوط كبيره جدا وكابتن وطموح الناس عندها امل كبير وحتى الصحافه الصحافه بره مهتميه يمكن لمندى عملت تقرير وعملت ربط ما بينه وما بين ميسي قالت لك ميسي قعد طول تاريخه نفسه يفوز ببطوله ايه؟ امريكا الجنوبيه ماشي يعني قعد قد ايه كل بطوله يخسرها لغايه ما تحقق الحلم في البطوله اللي فاتت في 2023 خلاص قالت انه محمد صلاح عنده طموح انه الحاجه اللي ناقصاه انه يعمل ايه يعمل بطوله افريقيا ويعمل مع ليفربول مثلا الدوري ويعمل مثلا او بطوله الاوروبا ليج فده في الفارق هيبقى ايه كتب تاريخه خلاص وشكرا بس ده لو حصل يعني باذن الله ما انا بقول لك فهو محمد صلاح الناس منتظره منه انه هو يكون يعني نمبر 1 الحقيقي ان هو يقدم الصوره اللي الناس عايزاها نفسها يشوف هو ياخد بزمام الامور
في المواجهات زي دي يكون هو البطل، ان هو عنده الروح، هو اللعيبه شايفه النجم قائد. لكن في المباراه لم يكن من حضور محمد صلاح بالصوره المطلوبه، وده غريب جدا. مش محمد صلاح، محمد صلاح وتريزيجيه، وخد بقى عدي بقى زي ما انت عايزه بقى من ورا لقدام، واحمد حجازي ومرموش وانا بكلمك اهو، ومحمد هاني ومحمد حمدي. يعني الحاله العامه تشعري في الملعب انه اللعيبه مش قادره تمشي بالعافيه. يعني انت شايفه التاني كان عاملين حاله السرعه والضغط عليك ازاي، انت ما عرفتش تضغط عليهم. يعني حتى لما جات لك الفرصه ويعني ومنحت التقدم مبكرا، كان محتاج انك تضغط عليهم عشان تخلص الماتش. طب انا عندي سؤال، تفسير حضرتك لده برضو او للحاله دي كان، انا كالعاده اصل ده شعور يعني متكرر معانا، اصل مباراه سهله فمش مهم اعمل قوي افورت او يعني ابذل جهد او اركز زياده او غيره او غيره، داخل واثق في نفسي زياده، استعداداتي كانت مثلا عاليه، فانا داخل مش فارق معايا الماتش قوي. يعني دي ممكن تكون الاسباب الحقيقيه. طبعا انا شايف انه لم يتم احترام منتخب موزمبيق بالصوره الكبيره جدا. يعني ده متكرر معانا في كل المباريات السهله، سواء على صعيد المنتخب او بعض الماتشات الخاصه بالانديه. يعني انت لما تقعدي مش خلي بالك، مش عاوزين دلوقتي ان يعني هنبوظ الدنيا. انت لما تقعدي على الموبايلات لغايه الصبح وتقعدي تتفرجي ومتابعه السوشيال ميديا كنجم، لا انا ما اعرفش هل ده حصل فعلا. هتنزلي الملعب تعملي ايه؟ عرفت منين ده؟ هتنزلي الملعب تعملي ايه؟ انت عرفت منين ان هم كانوا على الموبايلات؟ طيب الله عايز اعرف. لا هتنزلي منين؟ ما ممكن ما يكونوش كان معاهم التليفونات. لا الموبايلات معاهم ما بيسيبوهاش والله. يعني انا عاوز اقول لك ايه؟ انه يا جماعه لابد من تقدير الجهد والدعم الكبير جدا. المهمه اللي انتوا فيها، المهمه اللي انتوا فيها مهمه. يعني هقول لكم ايه، مهمه وطنيه لاسعاد جانب مهم من الشعب المصري بيحب اللعبه ونفسه انه يشوف ان منتخب مصر يرجع بالبطوله. احنا عايز اقول لك هي مش مجموعه من الشعب، هو في ناس مالهاش في الكوره خالص، رجال وسيدات، بس لما المنتخب بيلعب يعني بيفرحوا لما المنتخب يكسب، هو مش فاهم حاجه. فرحهم لفرح اولادهم والحاله العامه. في الاخر يعني عاوز اقول لك ايه، شوف انت لما رحت في 2017 ولعبت الفاينل وخسرت الفاينل في كام؟ في 10 دقايق في ماتش من قدام الكاميرون. ها تقدمت كنت الافضل، سبحان الله اتخطف منك الماتش بغلطتين. خلاص انت رحت الفاينل اللي فات ها وافريقيا، بتعمل حساب قوي قوي كبير جدا لمنتخب مصر. ده كان في الماضي بقى بسمع. لا وفي الحالي ما هو ده هيحصل لما ارجع تاني للمستوى بتاعي. انا بقول لك منتخب مصر، فالامر محتاج من محمد صلاح بصفته النجم والقائد والطموح كبير عليه، لا انه يكون اكثر شراسه من كده، انه يلم الناس اكثر من كده، انه ما ينامش، انه تفكيره كله ازاي ياخد المنتخب يوديه المباراه النهائيه، ازاي يرجع. اكيد انا ما عنديش شك ان محمد صلاح عنده كل الافكار دي في دماغه، يعني مستحيل ان احنا نتشكك في لا ده. لا مش شككناش، احنا بنتكلم على انه المفروض الناس عاوزه تحس في الملعب ده يترجم بقى باللعب. ايوه انا عاوز اشوف في الملعب، عاوز اشوف روح في الملعب. انا لو شفت روح في الملعب وعملت مباراه كبيره وتعادلت مع خلي بالك الناس هتسقفك طبعا، انت عملت اللي عليك. لكن لما بصت الناس وشفتي حاله عدم التركيز في اخر، يعني حتى لما انت تعادلتي بضربه الجزاء كان عندك وقت انك انت لو عندك الاصرار والرغبه انك انت ممكن تعمل مفاجاه. هي دي قدر المنتخبات الكبيره، يعني الناس عندك ايه، عندك ناس تعرف تخلص خلاص فقت. لكن المساله مش عاوزين تخلي مباراه موزمبيق بعد كل الكلام ده ان هي تاثر علينا انها تدينا دفعه. ان انا لازم ابين قدراتي قدام منتخب غانا. منتخب غانا منتخب كبير لتاريخ ولتاريخ معانا واحنا عندنا تفوق عليه في المواجهات، وانا شايف ان فرصتنا افضل من منتخب غانا في مباراه يوم الخميس، بشرط الاصرار والروح واللعب على كل كوره والقتال واستغلال كل الفرص وتقليل الاخطاء وتفاصيل صغيره بيقولوها المدربين بتفصل ما بين لاعب ما بين تكتيك ما بين مدرب محفظ لعبته حاجه ما بين عنده هدف. قبل ده كله طبعا بيكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى، هو كل حاجه في قبل اي حاجه في الدنيا. ده ربنا هيوفقك بايه؟ انك انت تبذل اللي عليك وتأدي المطلوب منك في المباراه وسيب التوفيق. لو ليك نصيب هتكمل، مالكش نصيب خلاص انت عملت اللي عليك، هتعمل ايه يعني؟ طيب هنرجع تاني للمباراه، وبرده عايزين نعرف اكتر عن منتخب غانا وبيشتغلوا على ايه وبيركزوا على ايه والجانب الضعيف في المنتخب، كل ده هنرجع له. بس عشان برده الحديث بالحديث يعني زي ما بتقال يذكر، عايز اروح معاك للجزائر وانجولا. لان الجزائر وانجولا ينطبق عليها شويه سيناريو قريب من اللي حصل معانا ومع موزمبيق. يعني الجزائر برضو كانت مسيطرة إلى حد كبير، الجزائر البعض كان متوقع أو معظم الناس كانت متوقعة أن الجزائر هي اللي هتفوز، لكن ما حدث برضو كان غريب.
عشان كده احنا بنقول بطولة حقيقي. لا يعني فيها فيها متعة، مفاجآت بس ممتعة بالمناسبة يعني طبعا. ما نقدرش نقول لحظي لا. لحظة تعاطف الجمهور مع الفرق مع المنتخبات الصغيرة، يعني صوت الجمهور من المدرجات اللي جاية، رغم انه الاقبال الجماهيري مش بالحجم المطلوب. حتى النهارده اللجنة المنظمة عملت يعني بيان بتصدر بتتكلم فيه عن غياب الجماهير، وانه التذاكر اشتريتها شركات عشان تعمل عليها مضاربة في كوت ديفوار، فقال لك هنطرح حاجة جديدة وهنسأل الشركات دي ودت التذاكر فين، مدرجات فاضية ايه، لان مثلا حتى في المباراة الافتتاحية كان المفروض ساعة الملعب 60,000 اللي حضروا 38 او 39,000 فقط، الباقي راح فين. فايه في كلام حوالين الحدوتة وهم ملاحظين الجمهور حتى اللي بيتواجد تجري ينحاز يعني تعاطفا مع المنتخبات الصغيرة ضد الكبيرة، ربما هدفه هو اسقاط هذه المنتخبات حتى يفسح المجال لمنتخب بلاده كوت ديفوار يعني لكذا، او انه تضامنا مع المنتخبات الصغيره بايه بهدف. انت بتكلمي على منتخب الجزائر وانجولا، اهو ماتش امبارح ده رفع سعر مبلوله ل 5 مليون دولار. انا سمعت النهارده الحاج محمد مصلحي طلب 5 مليون دولار، قال لك في انديه من تركيا مهتميه ومش هنتنازل عن هذا الرقم. طبعا منتخب الجزائر لا الاتحاد فرحان، ما انا بكلم منتخب الجزائر طبعا يعني رغم انه ادى مباراه كان المفروض يحسمها برضه بالظبط يعني ماشي بالزبط. في البدايه الا انه ترك المسائل لحسابات لمجريات المباراه حتى تفاجأ بضربه جزاء انهت ايه انهت حتى ايه الانطلاقه القويه صحيح. يعني المساله انك انت ايه تركزي على الهدف بتاعك ده ينساق ويقول ورا الكلام اللي احنا بنقوله انه هناك في وقفه من المنتخبات الصغيره ضد المنتخبات الكبيره، قلنا انقلاب الصغار على الكبار، خلاص لم يعد هناك للكبار مجال، هل الكبار سينتفضون في المرحله الثانيه ها ويرفضوا اللي بيحصل ده، ولا ستستمر الصحوه من جانب الصغار ويكون في مفاجات في اخراج منتخبات كبيره وظهور ابطال جدد على الساحه؟ هذا بالزبط. الامر هتكشف عنه الايام، لكن منتخب الجزائر منتخب الجزائر لما بنيجي نتكلم بنقول برضو نفس المصطلح اللي هو خساره الجزائر، مع ان هم تعادلوا بس برضو ده بالنسبه لنا خساره. تعادل بطعم الهزيمه. انا بقول خساره يعني حتى اوقات لما نيجي نتكلم عن مصر وموزمبيق ونقول خساره مصر، هي ما خسرتش بس هي تعادلت. هي التعادل ده بالنسبه لنا بصراحه يعني بكل ما حدث وبكل الكواليس لا هي خساره، هي بس فعلا. بس بص خلي بالك انجولا مع الجزائر، خلي بالك تاريخ يعني انجولا يعني الجزائر قعدت فتره ما بتعرفش تكسب انجولا، هي ده استمرار لنفس اعتقد 9 لقاءات او 5 لقاءات بس. الجزائر تطورت جدا، ما ده اللي احنا بنقوله. الجزائر بصي هو يعني جمال بالماضي غير جانب كبير جدا طبعاً من المنتخب طبعاً بعد الاخفاق في الوصول لكاس العالم والجمهور. هذه البطوله هي الاخيره على ما اعتقد والفرصه الاخيره لجمال بالماضي. هل يستعيد بريق المنتخب الجزائري ويستفيق زي ما بنقول على فيتوريا بنفس الوضع؟ بس جمال الماضي خد بطوله في القاهره 2019 وعمل بطوله تاريخيه للجزائر ما حصلتش يعني بامانه شديده، ولعب المباراه النهائيه مع السنغال وكسبوها. فاللي انا عايز اقوله انه 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 الكوره خلاص يا جماعه يعني بقى رقم واحد فيها الروح، الروح في الملعب، القتال على كل حاجه، يعني اليقظه وشوفي. وبصي مثلا امبارح على منتخب غينيا قدام منتخب الكاميرون، المنتخب ما فيش تاريخ ومنتخب بطل 5 مرات، شوفي اداء في الشوط الاول، ولولا حاله الطرد اللي تعرض لها منتخب غينيا كانت هتحصل مفاجاه. شوفي التطور المستوى اللعيبه الفني، وشوفي الاحتراف عامل ايه، شوفي النقله في مستويات اللاعبين متطوره ازاي، شوفي الطموح والثقه، شوفي الجمهور منفعل كان متفاعل ازاي في الملعب. فاللي انا عاوز اقوله لك انك انت عليك انك تاخدي من موقف موزمبيق وتكملي ويظهر الوجه الحقيقي للفراعنه ليله مساء الخميس في تقديم واحده من اهم مبارياته. غانا لعبناها قبل كده اعتقد في الجابون في 2017 وكسبناها، رغم انه كان منتخب غانا وقتها اشرس واقوى. انا شايف منتخب غانا مع كامل احترامي ليه والاخوين ايوب وباقي النجوم الموجودين طبعا هيلعبوا مباراه شرسه قدام منتخب مصر، لانه برضو الفوز على مصر زي ما بيقول لك مش بيساوي بطوله، مش بيساوي ثلاث نقاط ولا لا، برضه في حد ذاته بيعمل لك رد فعل اعلامي وجماهيري كبير جدا. وانت لما تكسبي غانا هتعملي رد فعل كبير جدا وثقه ورسائل اللي جايين اللي حصل قبل كده شيء واللي جاي يا جماعه شيء اخر. فالامر بيدك، الامر بايدينا، اذا كنا نريد ان نذهب بعيدا في البطوله علينا ان نتجاوز عقبه منتخب غانا مساء الخير. هو كان علينا حاجات كتير ولسه علينا حاجات كتير، بس هل غانا
من وجهة نظر حضرتك والماتش القادم بالنسبة لها، يعني البعض أطلق عليه قاتل يا مقتول، خلاص ما عنديش حاجة أخسرها، أنا لازم أفوز على مصر كغانا. هل هم من وجهة نظرك هينزلوا المباراة بيلعبوا بطريقة دفاعية ولا طريقة هجومية بحتة زي ما البعض متوقع؟ أنا أتوقع أنهم هيبقوا بيهاجموا، عايزين يخلصوا من أول دقايق، عايزين يحسموا المباراة، عايزين برضو يمكن يشتغلوا على الجانب البدني والإجهاد لمنتخب مصر كتير. أنا سمعت برضو تحليلات بهذا الشكل، هل ده كله وارد؟ وعلى الصعيد التاني انا كمنتخب مصر برضو مفروض اعمل ايه؟ لا طبعا هم هيبقى عندهم، هم على فكره الضغوط هتبقى عليهم اكتر. انت ده في جوابتك نقطه وانا فاهم، عشان كده الضغوط دي هتترجم يعني حماس زائد. انت لازم يكون عندك شغل فني في المباراه، يعني يا اما تبغيتهم بهدف مبكر بالظبط وتخليهم خلاص تصيبهم بصدمه وان هم يتحولوا كلهم بقى هجومين عليك، يا اما هم يفاجئوك بهدف وفي الحاله دي هيضغطوا عليك انت ويحطوك تحت ضغط، وانت بقى هتشوف بقى قدرات بقى الفريق البطل اللي هو يعرف يرجع في المباراه ولا ما يرجعش. يعني ايه انت قدرت؟ التوفيق ربنا كان حليفك انك رجعت بضربه جزاء صحيحه 100%. خلاص في مباراه موزمبيق، في مباراه غانا عليك الا تستقبل اهداف مبكرا حتى لا تضع نفسك تحت ضغط. طبعا هم هيكونوا حريصين جدا، هم طبعا كلامهم عارفين قدرات منتخب مصر وعارفين شكله، من تصريحات تقول لك عن المنتخب المصري في عناصر جيده وعنده انتاج كبير جدا وفي شغل، مباراه لن تكون سهله على المنتخبين، لكن المنتخب الاقل اخطاء والاكثر استفاده من الفرص هو هيكون المنتخب الاقرب الأقل أخطاء والأكثر استفادة من الفرص، واللي كان قايم بفترة إعداد مختلفة وناجحة. طبعا فعشان ده أو عشان النقطة دي أنا هرجع مع حضرتك تاني لفترة الإعداد بتاعنا وروي فيتوريا والاختيارات بتاعته الخاصة بالمعسكر والوديات. بتشوف الفترة دي ما قبل البطولة كانت، خليني أقول لك مثلا أسهلها، كم من 10؟ يعني انت انا برضو قياسي للمباريات الوديه بيبقى مختلف عن المباريات الرسميه. يعني هو لعبنا ليه مع تنزانيا اخر مباراه؟ لما سالت سؤال لاحد المصريين قال لك تنزانيا هي ايه؟ هي موزمبيق. طيب لعبت كويس قدام تنزانيا؟ لعبنا كويس قدام تنزانيا هنا في المباراه الوديه؟ الناس كانت زعلانه من الاداء وحاله الروح، والصوره يمكن تكررت، او الصوره تكررت بنفس الشيء رغم انك انت بداتي وخطفتي هدف لكنك انت ما عرفتش تكمل. دي مشكله غريبه جدا. يعني نفسك تخش في دماغ كل واحد ايه اللي ده اللي بقى لا بس هي حاجه على فكره بتتوارث يعني جيل ورا جيل، يعني غريبة اللي يعني هو انا بيصعب عليا ان انا افوز بسهوله، بيصعب عليا ان انا حاجات سهله انجزها، لازم يعني لازم يبقى في تحس كده، لازم احرق دمكم يعني مثلا عشان تحسوا بطعم البطوله يعني لازم يبقى في تعقيد. يعني ليه ما بسهلهاش على نفسي طالما هي سهله؟ احنا جايين احنا دلوقتي عاوز اقول لك على حاجه، مع كامل احترامي لكل التصنيفات والكلام الكبير، ولعبنا 14 مباراه كسبنا 15 ولعبنا 16 انا عاوز الشغل على ايه؟ ها؟ انا شغل على ايه؟ انا شغل على الارض. ده بدايه التحدي لفيتوريا. يعني ايوه ما هو الشغل على الارض بيبدا من وقت الاعداد. بص بدانا كتصفيات كاس العالم كويس، خلاص لعبنا جيبوتي اعتقد، ولعبنا ماتش تاني بس انا مش فاكره، انا برضو مش فاكره الحقيقه، بس انا فاكره جيبوتي. خلاص لسه بقى لما تصطدمي بمين؟ بغينيا اللي لعبت امبارح قدام الكاميرون، ولسه بوركينا فاسو. خلاص يعني غينيا هي معاكي ولسه بوركينا فاسو. من حظك الكويس يمكن الاثنين دول هيلعبوا مباراتهم في المغرب على ما اعتقد، بيلعبوا مبارياتهم على ملاعبهم بيلعبوا في المغرب. الناس دلوقتي قالت لك ايه قضيتها؟ انت لعبت 14 ولعبت 100 مباراه ودي جينا في الرسمي، لا وتقييمك للمنتخبات اللي انت لعبت معاها ودي ما تاخد، يعني خلينا خطوه خطوه. ايه اللي هي المستويات اللي انت لعبت معاها؟ ما هي دي ثالث ورابع صح؟ لعبت مباراه لعبت مباراه مميزه مثلا مع منتخب بلجيكا، ما حدش اختلف الناس انبهرت. لعبنا مباراه مع منتخب الجزائر، دي اقدر اقول عليها ايه؟ مباراة اختيار موفق. مباراة مع منتخب زامبيا عانينا عشان نجيب جول، عانينا عشان نجيب جول. ما هدي طب ايه؟ انا عندي سؤال لحضرتك انا بقيم مدير فني على ايه؟ عاوز اشوف حاجه في الملعب يا سيدي يا حبيبي. انا كمشجع وكمتابع عاوز اشوف حاجه في الملعب، عاوز اشوف جمله واحده اتعملت في المباراه على مدار الشوطين، اشوف حاجه اتعملت في تكتيك، في تحرك،
مع الناس بتبقى شايفه، يعني الناس كانت بتتكلم على المدرب يقول لك شوف عمل ايه، شوف دفع مبين وعمل ايه، شوف نزل ايه، مباراه زي كده. لا انت يعني الناس كلها اتكلمت على التشكيل، وصلاح كان بيلعب فين، وصلاح لازم يجي بوشه ويحط انت محتاج كان في عدد ده. انا احط صلاح يعني صراحه فهم ده، انا هقول لصلاح يا صلاح بترتاح فينا ملحق خلاص، وبعد كده احط المنتخب. لكن انا دلوقتي الصوره السيئه دي انا بكلم، لا والله انا اتكلم على صلاح. انا دلوقتي اهم حاجه عندي مين واللي يخفي على دور صلاح يبقى راجل مش شايف. صلاح اهم لاعب في الفريق، وعلى فكره صلاح عنده قدره يوصلك للجول. خلاص نضج بالصوره الكبيره جدا، وشايفين اداؤه مع ليفربول عامل ازاي. انا صلاح يعني صلاح ما يلعبش في مكانه والناس الثانيه بتلعب في اماكنها ومش عارفه، ما ينفعش. ما فيش وقت دلوقتي للتاليف. انت بتبقى طيب. يبقى محتاج انت في المباريات اللي زي دي بتبقى محتاج اللعيب، في لعيب يقوم لك بثلاث ادوار في الملعب. خلاص ما عادش في لعيب ايه باك رايت يبقى باك رايت، لا ده انا محتاج لعيب باك رايت وينج ويلعب كمان ديفندر ويلعب كمان مساك. احنا ما عندناش الرفاهيه في الوقت كمان. لا لا طيب لا. انا عايز اسالك سؤال، لان ده برضو هرجع اقول تاني، هي نقطه متكرره مع اختلاف الاسماء ولكن الموقف واحد. ليه انا كمدير فني لمنتخب مصر مع اختلاف الاسماء دايما لما بعمل الفتره بتاعه الاعداد والمعسكر انا ما بختارش فرق او منتخبات فيها تنافسيه او ممكن تكون فنيا اعلى مني كمان، دايما بختار يا مستوايا يا اقل. وهل ده صح ولا غلط اصلا؟ يعني عايزين نفهم الحقيقه. ما دي برضو حضرتك برضو بترجع لاتحاد الكوره، انت ممكن تروح تطلب تلعب مع منتخبات اللي هي المستوى يعني الاول في افريقيا تطلب منك فلوس. يعني دلوقتي لو حبيتي تلعبي مثلا طلبت تلعبي مع منتخب الكاميرون عشان يجي لك، او منتخب غانا، او منتخب نيجيري، او منتخب الجزائر، او منتخب المغرب، او منتخب تونس، انت عشان تطلبي معانا الكلام ده يا اما في علاقات وتعرفي تنظمي كاتحاد كوره، يا اما هو الراجل مش عاوز يخش في الحدوته من البدايه. لكن من الصالح انك انت بتبداي بنوع من ايه؟ لما العب حتى مع المستوى الثاني والثالث ماشي مقبول، لكن مطالب ان انا مع فتره العب مع المستوى الاول عشان اشوف انا واقف فين؟ يعني ايه؟ وانا هو الهدف في مباراتي بدي ايه؟ بجرب حاجه في دماغي كمدير فني، بوقف بثبت تشكيلي، بشوف جمل انا بحفظها اللعيبه في التدريبات بشوفها بيقدروا يعملوها في المباراه. الكلام ده كله بيبقى هدف، يبقى هدف للمباريات الوديه، انك انت بتوصلي عاوز اطمن على لعيب، عاوز اجرب حد في الباك رايت مكان فلان، حد في الباك ليفت اشوف مستواه عامل ازاي، بحط الكلام ده وبشوف الوقفه، هنفع العب بديفندر واحد واثنين قدامه ولا باثنين ديفندر واحد قدامهم، ولا هلعب بباك رايت والباك ليفت، ولا هلعب بالطرف، ولا هشوف صلاح. طب انا صلاح شايف في الحته دي، طب انا عاوز اشوف في حته ثانيه. يعني عاوز اقول لك ايه؟ هنا دي يبقى هدف والله المباراة الوديه. والله المفروض الامور دي كلها تكون المفروض ظهرت المفروض في فتره الاعداد يعني. المفروض مع ال 14 مباراه اللي اتلعبوا في فترات السابقه حتى ما في المباريات الرسميه تصفيات كاس العالم، خلاص انت عارف تشكيلك ايه؟ اكيد ما عندناش شك في ده يعني. خلاص تشكيلك الثابت لما بتحب تعمل بنقول ايه؟ بيبقى التغيير في حدود اضيق الحدود، بتحرك عنصر او عنصرين بالكتير قوي، خلاص انت حفظت عندك شكل. الناس نفسها زعلانه لحاجه، الناس زعلانه مش على النتيجه بس، زعلانه على الشكل في الملعب. الناس بتقول لك ما شفناش حاجه، يعني ما شفناش جمله اتعملت بالصوره تقول ان احنا عندنا. اتفرجي على منتخب السنغال امام جامبيا امبارح وشوف الاسطوات في الملعب عاملين ازاي. والله يا استاذ محمود الحديث ده او الموضوع ده لن ينتهي حاليا ابدا، لكن للاسف الوقت بيجري، وهستاذنك حضرتك تكون معانا واحنا بننتقل دلوقتي لزميلنا العزيز جدا محمد توفيق ويكلمنا عن كواليس تدريبات الفريق. توفيق صباح الهنا عليك طبعا في البدايه، وسامعينك انا استاذ محمود وكل الساده المشاهدين، اتفضل. صباح الخير عليكم، يعني تحياتي ليك انا هواند واستاذنا الكبير استاذ محمود صبر النقل الرياضي بالاهرام يعني، وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يمكن على طول على اقل من وساق فريق النادي الاهلي بيواصل تدريباته خلال فتره التوقف الدولي، طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين منضم سواء لمنتخب مصر الاول او كمان المنتخب الاولمبي او كمان المنتخبات الافريقيه المختلفه. يمكن النهارده كمان هنشوف اثنين من اللاعبين الدوليين في مباريات مختلفه سواء اليو ديانج او كمان علي معلول وبيرسي تاو. يمكن النهارده التدريب قوي جدا كالعاده هنا في النادي الاهلي، يمكن تدريب صباحي لليوم الثالث على التوالي. طبعا التدريب بدا في البدايه بمحاضره المستر مارسيل كولر، اتكلم فيها مع اللاعبين داخل ارضيه الملعب عن الشكل اللي ينوي تطبيقه او شكل التدريبات خلال هذه الفتره، خاصه ان هواند طبعا زي ما قلنا في عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين مش موجود، ففي عدد 10 لاعبين من قطاعات الشباب في فريق النادي الاهلي موجودين في التدريبات. فطبعا مستر مارسيل كولر بيتكلم معاهم بشكل كبير جدا علشان طبعا يكونوا داخلين جوه الفريق بشكل كبير جدا. التدريبات بدات بتدريبات بدنيه قويه جدا، ومن بعدها بعد التدريبات بالكره، وحالا دلوقتي وانا معاكم على الهواء موجود التقسيمه او اخر فقرات التدريب باذن الله رب العالمين. يمكن الفريق يعني هيحصل على راحه من التدريبات غدا، وبعد كده ان شاء الله
يواصل التدريبات سواء يوم الخميس او الجمعه، وباذن الله رب العالمين يكون السفر يوم السبت المقبل باذن الله للمعسكر الخارجي. ان شاء الله المعسكر يقطب ثماره واللاعبين الموجودين هنا يكونوا وصلوا لحاله بدنيه وفنيه، لانها بمثابه زي ما بنتكلم كده فتره اعداد مصغره في فتره الشتاء، وباذن الله يرجع كمان لاعبي المنتخب الوطني يكونوا موجودين في اقرب فرصه باذن الله رب العالمين. باذن الله نتمنى لهم الحصول على البطوله والتتويج ببطوله افريقيا الساميه لتاريخ في تاريخ منتخب مصر، ونتمنى ان شاء الله الفريق يبدا باذن الله رحلته الافريقيه والمحليه، وباذن الله يبدا تتويجه ويوصل تتويجاته بالبطولات المختلفه. وطبعا في يعني سمعكم بتتكلموا عن المنتخب الوطني، فنتمنى ان شاء الله كمان الفتره الجايه المنتخب يكون اداؤه افضل، وباذن الله رب العالمين نحقق اللقب الثامن وكل جماهير مصر تكون فرحانه وجماهير النادي الاهلي بالطبع باذن الله رب العالمين. والله نامل ذلك جدا يا توفيق باذن الله، واشكرك جدا جدا على هذه التغطية الرائعة، شكرا ليك. أستاذ محمود الوقت جري، بس يعني خلينا في النهاية نقول نتمنى فعلا الوضع يختلف، نتمنى ان احنا نشوف منتخب مصر زي ما احنا نعرفه في السنوات الماضية، ونتمنى الوضع يختلف ان شاء الله في اقرب منافسة وهي او تجربة وهي او تحدي خلينا نقول الخميس القادم باذن الله مع غانا. طبعا لا شك ان كل الناس عندها طموح وعندنا ثقة ان شاء الله ان احنا نقدر نرجع منتخب لنا تاريخ كبير جدا في افريقيا، وزي ما بقولوا افريقيا تعرف امجاده، طبعا تعرف امجاده بس امجاده مش بالكلام، صحيح محتاج انه اللعيب محتاج انه فيتوريا يصحح من اخطائه، اللعيبه نفسهم محتاجين يقفوا مع نفسهم انه مباراه غانا يا جماعه مش مباراه يعني اللي هترعبنا، لا احنا قادرين باذن الله تعالى وتوفيق ربنا ان احنا نكسب غانا، نكسب غانا بان احنا نركز في المباراه وهنحترم المنافس ونحافظ على الوحده الجماعيه للفريق، نحافظ على الروح، نحافظ نلعب لغايه اخر دقيقه، ان احنا نكون بادئين بالتسجيل والاخذ بزمام الامور، وضع منتخب غانا تحت ضغط ان شاء الله يكون التوفيق حالفنا، وان شاء الله منتخب مصر باذن الله تعالى تكون مباراه غانا هي الانطلاق نحو اللقب باذن الله. قراءه ممتعه استاذ محمود، بجد نورتني، بشكرك جدا وبشكر حضراتكم، بشكر حضراتكم على متابعتي، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، وجولة جديدة من جولات 10 الصبح في الأهلي. احنا متواجدين دلوقتي داخل المركز الأولمبي بالمعادي، وعايزين نتكلم عن الاستعدادات المختلفة للرياضات والمنتخبات المصرية البارالمبية، وإن شاء الله كمان استعداداتهم لباريس 2024. المعسكرات هنا بتتم بشكل مغلق، عندنا أبطال كتير جدا، عايزين نروح ونسمع عن أخبارهم وقصصهم، نتعرف كمان على الكواليس منهم والتحديات اللي بيواجهوها لغاية إن شاء الله مشاركتهم في باريس 2024. جولة مهمة جدا وأخبار حصرية جدا هتلاقوها النهاردة إن شاء الله يعني من خلال كاميرا 10 الصبح في الأهلي. يلا بينا. مرحبا بحضراتكم مرة كمان، ودلوقتي أنا متواجدة داخل المعسكر الخاص بمنتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، خلينا نتعرف عنهم ونتكلم كمان عن باريس 2024 ومدى جاهزيتهم وإيه المشاكل اللي لحد دلوقتي ممكن تكون لسه متواجدة عشان نقدر إن احنا نحلها من خلال كاميرا قناة النادي الأهلي. خليني أرحب بيكم صباح الهنا، وفي البداية خلينا نتعرف عليكم. أنا حسن عطار، لاعب منتخب مصر رفع أثقال بارالمبي، معايا ذهب جورجيا 2021 جبت اول، ومعايا جبت فضه في بطوله كاس العالم اللي فاتت كانت في سرت حسام مصطفى، دي بطولتين دلوقتي لعبتهم، وحاليا ان شاء الله بنحاول نحضر اللي جاي. يعني اتاهلت بشكل رسمي يا كابتن ولا لسه في بطوله هتاهلك ان شاء الله؟ حاليا غير مؤهل بس يعني احنا بنحاول وان شاء الله يعني نوصل ان شاء الله. خلينا نتعرف بيك. صباح الورد. معك احمد سمير، لاعب منتخب مصر رفع اثقال بارالمبي، وبلعب في ميزان 107، وان شاء الله بنطمح للمزيد من البطولات. انا حاصل على فضيه كاس العالم في بطوله كاس العالم كانت هنا في مصر، وان شاء الله بنطمح في المزيد وبنحاول ان احنا نرفع راس مصر ونحقق بطولات اكتر ومركز اعلى، ويا رب يكرم ان شاء الله في اللي جاي. المشهد جميل، واكيد طبعا انتوا الفتره دي بتبقى فتره صعبه علشان تجهزوا، فاضل تقريبا 7 شهور او يمكن اقل حاجه كمان بسيطه، خليني اعرف يومكم هنا ماشي ازاي برضو.
لا هو اليوم بصراحة كويس جدا، بنصحى 6 الصبح تمام، بننزل الفطار، خلص فطار نطلع مثلا ناخد شاور، نشرب كوباية القهوة، نستعد للتمرين، نركز في التمرينة. لازم كل يوم سواء تمرينة قليلة ولا تمرينة عالية لازم تكون عندنا تمرينة بطولة، لازم نكون مستعدين لها جدا. واليوم بصراحة بيكون كويس جدا، من أكل لشرب لتمرين بصراحة ممتاز جدا يعني. نأمل ده، وكل التوفيق ليك وشكرك جدا. خلينا برضو نتعرف على أبطالنا الآخرين في رفع الأثقال البارالمبي، وكابتن ناجي، شفت أنا حافظة اسمك إزاي؟ قديمة أنا كنت. كابتن ناجي نورتنا قبل كده طبعا في البرنامج، وإنجازاتك لا تتوقف. خلينا برضو نعرف استعداداتك إن شاء الله لباريس، والتأهل لسه بشكل رسمي ولا لسه؟ يعني تم بشكل رسمي ولا لسه؟ الحمد لله أنا مؤهلة، وكنت عندكم على فكرة وشكوا حلوة عليا، أنا كنت جبت فضة وأنا دلوقتي الحمد لله أول، وكنت وعدتكم ان انا بقى اول، وان شاء الله هاجي لكم بعد باريس ومعايا الذهبيه ان شاء الله. امين يا رب، احنا املنا كبير، وكمان في العنصر النسائي تحديدا. اكيد اكيد، احنا عندنا احنا مش فيمينست ولا حاجه، بس يعني بس بنقول يعني. خليني اعرف منك برضو الكواليس دلوقتي، الاستعدادات، احنا جينا وورينا الساده المشاهدين يعني بشكل حي ايه اللي بيحصل، الاستعدادات ازاي، المعسكر ازاي، ايه اللي ناقص، الاستعدادات الفتره اللي جايه كمان من المعسكرات هيبقى شكلها ايه؟ احنا معسكرين ان شاء الله لحد باريس، عندنا محطتين اساسيتين، عندنا شرم الشيخ وعندنا المكسيك وبعد كده باريس. ان شاء الله الفتره ديت احنا بنتمرن تمرينتين في اليوم، وممكن يبقوا ثلاثه، معانا خبير اجنبي. الحمد لله الحمد لله، دي اول مره تحصل عندنا في فريق رفع اثقال ان يجي لنا خبير اجنبي، وهو مميز جدا، بيكمل الحاجات اللي كانت ناقصانا. بنشتغل بشكل جماعي، الحمد لله مقسمنا 3 فترات، سيان الصبح او بعد الظهر، علشان يبقى فوكس مع الناس كلها، يدي كل واحد حقه. الحمد لله احنا بنأمل ان احنا نحقق اكتر من التارجت اللي اللجنه يعني حطاه، احنا ان شاء الله باذن الله نعمل احسن منه، ودعواتكم يا رب. امين يا رب. خلينا برضو نعرف حضراتكم عن ابطالنا الاخرين في رفع الاثقال البارالمبي. صباح الهنا. صباح النور حضرتك، اخبار حضرتك؟ يعني خليني بس انقل لك وأنقل للسادة المشاهدين دلوقتي، تواجد هنا أمر مختلف، احنا نسمع بس عن أبطالنا لما بيحققوا الميداليات، لكن ان احنا نيجي ونشوف بقى استعداداتكم ده موضوع تاني. كلمنا أكتر عن الكواليس اللي احنا ما نعرفهاش وما بنشوفهاش، الاستعدادات هنا بتتم ازاي، كمان جاهزيتكم نفسيا مش بس فنيا، لأن ده أمر أعتقد مهم جدا. هو احنا هنا في المركز الاولمبي واحنا بنستعد بشكل كامل سياما لدوره الالعاب البارالمبيه 2024، فهنا الجهاز كله شغال معانا على اعلى مستوى، معدين نفسنا على اعلى مستوى، المدربين بتوعنا وبكده المدير الفني الاجنبي يعني شغال معانا برضو، اللي هو مش مخلينا محتاجين حاجه كتمرين كنفسيه ككل حاجه. يعني اليوم ماشي بنظام، من فطار الصبح للتمرين لنوم لتمرين تاني للأكل لنوم، فكله ماشي بشكل كويس. واحنا هنا كلنا جايين لموضوع واحد، ان احنا ان شاء الله نحقق الذهب الاولمبي او الميداليات الاولمبيه ان شاء الله ربنا يكرمنا بيهم في دوري باريس 2024، هو ده الهدف الاسمى بتاعنا. ربنا يوفقك واشكرك يا كابتن، كل التوفيق ليكوا يا رب. لسه جولتنا مستمره، وخلينا نعرف حضراتكم برضو على ابطالنا الاخرين. يا صباح الهنا. صباح الفل. يعني أنا لسه سامعة طبعا عن موضوع مدير فني أجنبي وخبرات أجنبية جديدة دلوقتي بتيجي، ويمكن يبقى ليها فارق كبير أو تعمل فارق كبير على الأرض، بتشوف مدى يعني أهمية ده كان إيه، أو على الأرض دلوقتي عامل فرق ولا لا؟ في البداية طبعا برحب بحضراتكم، بفضل الله اللجنة البارالمبية والرئاسة والوزارة مش مخلينا الحمد لله محتاجين حاجة. اللجنة دعمتنا بمستر أندرو المدير الفني، هو جاي لنا فكر جديد، جاي يشتغل معنا بطرق مختلفة، احنا عندنا مدربين مصريين على أعلى مستوى، فالراجل جاي يضيف لينا بعض الأشياء، هو شغال معنا كويس جدا يعني. شكرك جدا يا كابتن، كل التوفيق لكل ان شاء الله المنتخب وكل البعثة. شكرا ليك. زي ما كنت بقول لحضراتكم، العنصر النسائي عامل يعني شغل محترم جدا في كل الرياضات، وتحديدا لو هنتكلم عن رفع كمان الأثقال البارالمبي. صباح الهنا. صباح الورد. خلينا نتعرف بيكي الأول. أميمة عمر، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، مؤهلة الأولمبياد باريس 2024، والمؤهلة رقم 4 في الترتيب الدولي في الرانك العالمي. أولا احنا أبطال زي القمر، ده انت حكيت حاجة عارفاها. متشكرة جدا.
خليني بقى اعرف ونعرف الساده كمان للمشاهدين اكتر عن بطلتنا، يعني بقالك قد ايه في هذه الرياضه؟ اشمعنى اخترتي تحديدا رفع الاثقال؟ انا بقالي 18 سنه بلعب رفع اثقال، مهندسه في احدى شركات الاتصالات. هي اللي اختارتني بصراحه، لان انا بعد مشوار طويل في العلاج علاج رجليا وكده، فالدكتور رشح ووصى ان انا لازم العب رياضه بحيث ان الجزء اللي فوق يبقى اخف من الجزء اللي تحت علشان اقدر امشي. فلقيت بصراحه ان رفع الاثقال هي اكتر حاجه من اول مره دخلت فيها بطولات اخذت على طول جوائز يعني. فلقيت بشكرك جدا، وانتوا اللي هتشرفونا باذن الله ودايما مشرفينا. خلينا نكمل مع حضراتكم جولتنا، ويعني ننهي هذه الجوله ببرده حديث وعنصر نسائي اخر وبطله برده منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي. صباح الهنا، خلينا نتعرف عليكي في الاول. انا محظوظ لمنتخب مصر رفع الاثقال، 23 سنة، أصغر لاعبة على مستوى العالم، 16 ميدالية دولية، ومنهم أولمبياد طوكيو 2020. يعني دي بقى مش أول تجربة، تأهلتي بشكل رسمي في باريس ولا لسه؟ إن شاء الله الحمد لله. طيب خليني بقى أسألك، لأن طبعاً أنت عندك خبرة، وإيه اللي كان بينقصنا من وقت طوكيو لحد دلوقتي عشان نقدر إن احنا نعوضه في باريس إن شاء الله؟ فاضل لنا تقريباً 7 شهور، فعندنا وقت كافي نقدر نشتغل على كل النواقص اللي موجودة. لا، هو احنا ما كانش بينقصنا حاجة من طوكيو لحد دلوقتي، الحمد لله احنا عندنا مدربين على أعلى مستوى، وطبعا عندنا الخبير الأجنبي بتاعنا على أعلى مستوى طبعا، ومستعدين يعني ان احنا نعمل حاجات كويسة جدا للأولمبياد بإذن الله اللي جاي. معاكي وربنا يوفقكم، انت رايحه معاكي دعوات اكتر من 100 مليون مصري، فبتهيالي ده يعني دفعه كبيره. ان شاء الله. اشكرك جدا. ميرسي ليكي. من أبطالنا اللي بنفتخر بيهم بشكل كبير جدا كابتن شريف عثمان، بطلنا البارالمبي، واللي هرجع أقول تاني القصة المعروفة لما حصل على يعني ميدالية فضية في الأولمبياد أو في البارالمبياد، كانت مناحة كبيرة جدا. كابتن شريف عثمان بطلنا البارالمبي المصري اللي بنفتخر بيه، صباح الهنا. صباح الفل، وأهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا على تقديمك الجميلة، وشكرا لقناة النادي الأهلي وكل مشاهدين قناة النادي الأهلي طبعا. أنا هبدأ من اللي أنا كنت بقوله في الانترو بتاعي أو في كلامي. من الآخر كده. أنا جبت الملخص. لا بجد أنا عرفت من كواليس كتيرة وناس عرفت وسمعت، كانت مشكلة كبيرة جدا، كأنك مثلا خلصت البارالمبيكس من غير ولا ميدالية. معقولة الميدالية الفضية لهذه الدرجة كانت بالنسبة لك حاجة مش كفاية؟ هو مش كفاية، هو الأول لازم نقول الحمد لله طبعا، عشان بس الناس ما تفهمش غلط إن أنا معترض أو بس أو أنت ساخط كنت على الوضع. شايف إن أنت نصحت. هو القصة إن أنا اجتهدت وتعبت كتير، ولكن كان قبل الدورة الأولمبية طوكيو 2020 حصل لي إصابة كبيرة، وكان كل الناس تقريبا يعني مجمعة على أنه مش هلعب أصلا أساسا. فأنا يعني عارفة اللي هو تحديت كل ده، وقلت لهم لا أنا هحاول وهعمل اللي عليا، ولو شاركت يبقى كويس، ولو نافست يبقى احسن. صحيح. ولو جبت ميداليه ده بقى يبقى الحمد لله. يبقى الحمد لله. كده كده الفرصه لسه عندك، باريس قدامها ان شاء الله يعني تقريبا 7 شهور. ان شاء الله باذن الله يكون لينا نصيب ونفرح الشعب المصري زي ما احنا متعودين يا رب، ودايما مفرحنا. وانت على المستوى الشخصي يا كابتن مفرحنا، وخلينا دايما فخورين ان شاء الله. فدي مسؤوليه هتبقى كبيره عليك طبعا، لكن انت قدها. التوفيق ليكوا يا رب. شكرا لزوجك وشكرا لقناه النادي الاهلي. شكرا لك. يمكن لأول مرة بتحصل أن منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال بيستعين بخبرات أجنبية ومدير فني تحديدا أسباني. خلينا نتعرف عليه أكتر ونتكلم عن تجربته، ونتكلم كمان اللي احنا يعني منتظرينه إن شاء الله في باريس 2024 والخطة الموضوع حتى هذه اللحظة. Hello sir, how are you? خلينا نتعرف في البداية عليه وبعد كده نتكلم في الفنيات. أولا من عمري اسمي أندريت شبرية، وأنا المدير الفني لمنتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال. مهم جدا نتعرف عن تجربتك، وهل هي التجربة الأولى ليك خارج أسبانيا، وإزاي تقييمك حتى هذه اللحظة للمنتخب البارالمبي؟
اشتغلت في أكتر من فرق بره بلدي. اشتغلت مع بلدي الأول تشيلي وبعد كده فنزويلا، وبرضه اشتغلت مع الفريق الياباني. تقييمك لمنتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال حتى هذه اللحظة إيه؟ طبعا المنتخب مصر من ضمن أفضل خمسة على العالم، وده طبعا ده كان سبب رئيسي إن أنا أجي هنا أدرب وأمسك منتخب مصر. الجهاز الفني متخصص من كم عنصر؟ وفي نفس الوقت برضو هل أنا عندي أخصائي تغذية، عندي أخصائي نفسي؟ ده مهم جدا إن احنا نتعرف عليه. طبعا الجهاز متكون من 4 مدربين، 1 إداري و2 أخصائي مساج و2 أخصائي علاج طبيعي، وبرضو عندنا 4 معدين نفسيين أو أخصائيين نفسيين. عشان ما طولش، أنا عارفة أن عندكم تدريبات وعندكم دلوقتي طبعا جدول ماشيين عليه، بس حابة أن أنا أعرف تجربتك عن مصر إيه حتى هذه اللحظة، وهل دي أول مرة ليك في مصر ولا لا؟ دي المرة الثانية ليا، أنا جيت هنا قبل كده عشان أزور البلد. طبعا كانت تجربة كويسة ليا عشان لقيت هنا تعامل من الناس مختلف وتعامل كويس، والناس هنا عندها يعني حتة إن إحنا ممكن نعمل أي حاجة بطريقة تانية ونعرف نتصرف وتبقى أسهل يعني. Thank you so much sir, thank you, it's a pleasure. صباح الهنا. صباح الفل. صباح الفل. سعداء جدا، وانا على المستوى الشخصي حقيقي المشهد يعني بجد ليه كل الاحترام، والكواليس اللي يمكن ناس كتيره مش عارفه قد ايه بيبقى فيه تعب وقد ايه بيبقى فيه ضغوطات وتحديات عشان في الاخر توصلوا للليفل وللمستوى اللي انتوا بجد من وراه بتسعدوا ملايين المصريين. كابتن احمد، قبل اي حاجه انا عارفه ان حضرتك كمان على المستوى الاخر والعملي حضرتك دكتور. فخلينا نبدا من هنا، خلينا نعرف برده ونعرف الناس ابطالنا في الصوره أو على الوجه الآخر مين؟ تمام. هو أنا أحمد المحص، مدرس اللغة بكلية الآداب جامعة دمنهور، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة البحيرة، ورئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، ومستشار رئيس جامعة دمنهور لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمنهور. يعني دكتور وتدرس. رائع جدا. طيب عايز أبدأ مع حضرتك برضو، ابتديت في تنس الطاولة من كام سنة، والتطوير اللي حصل بقى لغاية لما بقيت دلوقتي كابتن منتخب مصر لتنس الطاولة. طبعا رحلتي مع تنس الطاولة بدأت من أكتر من 20 سنة، هي معشوقتي يعني طبعا، ومن ضمن الحاجات اللي بحبها وبحب أعملها، ومن ضمن الحاجات اللي بثبت من خلالها إن الإعاقة مش نقص. صحيح. الإعاقة جزء من التنوع البشري، يعني دي فلسفة قانون 10. حلوة حلوة الجملة دي قوي. جزء من التنوع البشري. بالضبط. أنا مختلف ولكني مش ناقصني حاجة. فأنا بثبت من خلالها أنا أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا الكثير من الأصحاء ما يقدروش يعملوا. صحيح. الحمد لله على المستوى المحلي، على المستوى الأفريقي، على المستوى الدولي بنعمل إنجازات كبيرة جدا يمكن غيرنا من الأصحاء ما بيقدرش يعمل. ف يعني التنس الطاولة بالنسبة لي وبالنسبة لجميع الزملاء يعني من ضمن الحاجات اللي بنحبها جدا وبنعشقها وبنلعبها بشكل كويس جدا يعني. كل التوفيق وكل الدعم، اكيد لازم تبقوا عارفين ان هو معاكم وانتم مسافرين، بس الباقي بقى بتاعكم ان شاء الله. إن باذن شاء الله خير. شكرا لك كابتن احمد. العفو، ربنا يبارك فيك. خلينا كمان نرحب بكابتن خالد عبد السلام، لاعب منتخب مصر لكره تنس الطاوله وايضا بطل افريقيا. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل واهلا بكم في معسكر منتخب مصر. بدايتك مع تنس الطاوله كانت امتى؟ لا، بدايتي اصلا دي من فتره كبيره جدا جدا، اصلا اول اصلا اصلا كنت ساوي عادي سلم عادي، وحصلت لي اصابه من فتره من 25 سنه الكلام ده، وبعدين رحت اعمل علاج طبيعي في نفس المكان اللي بعمل فيه طبيعي، كان في نادي جنبينا يعني. فاتجهت للنادي واتمرنت تنس طاوله، واخذت على قطاع عاتق ان انا لازم ليا حاجه في المجتمع والكلام ده يعني. يعني ده كان قرار حضرتك انك تروح وتشوف ايه ممكن يبقى في مجال يعني تكمل بيه المشوار، خلينا نقول، لان الحياه فعلا ما بتوقفش. انا لعبت اكتر من رياضه عشان اكمل بيها علاج طبيعي ليا انا شخصيا. لعبت اصلا رفع اثقال ولعبت كذا كذا، ولعبت ده بعد الاصابه بعد الاصابه دي كلها اصلا، ولعبت العاب قوه ولعبت سباحه، فاللي استهوتني لعبه تنس الطاوله، حبيتها عشان كنت بلعبها قبل الاصابه، كنت بلعبها في الشارع عادي كده يعني،
فاستهوتني فيها فقعدت استمرت فيها على طول بقى استمرت فيها على طول. ومن ساعتها النجاحات ومن ساعتها الحمد مستمرة. لله الحمد لله مستمرة. رائع جدا. طيب كابتن خالد يعني لسه حضرتك حاصل كمان على بطولة أفريقيا فخلينا نتكلم بس يعني أو نقف شوية عندها وبعد كده نتكلم طبعا عن استعدادات باريس. احنا اصلا خدت اول ذهبيه افريقيا اصلا اكتر من مره قبل كده واول بطوله خدتها في بطوله الشرق الاوسط برونز في سنه 2004 وبعد كده الحمد لله تولت الاتصال الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات اخواتي واحبابي وزمايلي والكلام ده خدت تاهلت بطوله العالم مرتين اخدت في مره تاني فرق وثالث ومره اللي اخدت فيها خامس اللي هي من 2022 وربنا كرمنا اصلا بطوله افريقيا في 2023 ديت كانت بطوله صعبه جدا جدا وفات فيها منافسين جامدين جدا جدا يعني فربنا كرمنا في النهائي وحصلت على اخذت المركز الاول في البطوله. املنا كبيره عليكم ومسؤوليه طبعا ضخمه كابتن خالد بالتوفيق ليكم يا رب واكيد دعوات يعني ملايين المصريين دعواتكم كده معانا ربنا يكرمنا ان شاء الله كده ونعمل حاجه نشوف الاولمبيات ان شاء الله. اشكرك جدا اشكرك جدا جدا كده اشكرك النادي الاهلي قناه النادي الاهلي شكرا. العنصر النسائي كمان في الرياضة مؤخرا يعني عامل شغل محترم جدا على الأرض. خليني أعرف حضراتكم عن البطلة المصرية كابتن أمنية أو فوزية الشامي بطلة أفريقيا ومنتخب مصر لتنس الطاولة. الاسم الحقيقي فوزية واسم الشهرة أمنية. بالظبط. صباح الهنا عليك. صباح الجمال. بصي بقى يعني احنا متابعينك وعرضنا تحديدا في 10 الصبح في الاهلي احنا مهتمين جدا بهذا الملف عرضنا كتير من الكواليس والبطولات اخر بطوله كانت بطوله افريقيا كلمينا عنها بدايه وكمان عايز اعرف ونعرف الساده دلوقتي المشاهدين بدايه كابتن فوزيه مع تنس الطاوله ابتدت ازاي؟ اولا بطوله افريقيا كانت حلم كبير بدا في نادي المحاربين مع كابتن خالد عبد السلام. في البدايه كنت شايفه انه الموضوع صعب وبعيد عليا كان بصراحه كان دايما بيديني دافع ان انا اكمل خاصه انا كنت بتعرض دايما ان انا بعمل عمليات كتير فمع الوقت بقى الحلم بيكبر خلاني بنسى ان انا اصلا تعبانه فبقى عايزه اقوم بسرعه ان انا اكمل تمريني فالحمد لله يعني الهدف بقى بيكبر وبقيت بتمرن اكتر طبعا هنا في المنتخب المعسكرات بتديني دافع ان انا ابقى احسن لحد ما وصلنا لبطوله افريقيا كانت المنافسات قويه بس الحمد لله كنا قدها. كل التوفيق ليكم وفخورين بيكم لازم تبقوا عارفين ده وربنا ان شاء الله يوفقكم ترجعوا لنا بميداليات اكبر كمان من الاولمبيات اللي فاتت. ميرسي لحضرتك ربنا يعزك شكرا شكرا. عنصر نسائي آخر بطل خلينا نتعرف على كابتن هناء إبراهيم لاعب وكابتن منتخب مصر لتنس الطاولة. صباح الهناء. صباح الخير. أنا سعيدة جدا وتحديدا لما بستضيف يعني عنصر نسائي عامل فارق كبير ومشرف اسم بلده وفي محافل دولية كبيرة وانت تأهلتي كابتن هناء كمان بشكل رسمي خلاص لباريس 2024. قبل ما نخش في تفاصيل بقى البطولات عايزة برضو أعرف السادة المشاهدين دلوقتي مين كابتن هناء ابتدت إمتى وطموحاتها بقى أو هتحقق لنا إيه في 2024 باريس؟ أنا كنت بلعب تنس طاولة في نادي إمبابة مدربي كابتن علي نصر وبعد كده كابتن هشام فاضل. كان عندك كام سنة؟ لا ما كنتش فاكرة السن بس أنا كنت يعني كنت صغيرة جدا كنت صغيرة فأول منتخب أول بطولة سافرت فيها كانت الأردن والحمد لله ربنا كرمني وبقيت أسافر والحمد لله بقيت أعمل ميداليات وبقيت أشوف نفسي والحمد لله ربنا كرمني وتأهلت لطوكيو. بس كل التوفيق ليكوا كابتن هناء وفخورين بيكوا. ربنا يخليكي شكرا تسلم. شكرا جدا. كواليس معسكرات منتخب مصر للرياضات المختلفة والاتحادات المختلفة والمنتخبات المختلفة لسه مستمرة دلوقتي احنا بنتكلم عن تنس الطاولة تحديدا خلينا نعرف الاستعدادات والمتأهلين مين بالظبط ونطمن على اللي جاي ان شاء الله في الفترة القادمة وفي اولمبياد باريس وباراليمبيكس 2024. يعني لنا هذا اللقاء طبعا مع سيادة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف على القطاع البارالمبي
صبح عليك يا فندم، وسعيدة جدا بوجودي هنا وسط الكواليس والاستعدادات إن شاء الله لباريس 2024. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا، وإحنا طبعا يشرفنا وجودكم دايما معانا. من خلال لقاءاتي ومتابعتي برضو يعني لهذا الملف، في كتير من أبطالنا كانوا بيتحدثوا أن أنا محتاج كبطل دلوقتي متأهل لأولمبياد أو بارالمبيكس أن أنا يبقى عندي عدد كبير من المعسكرات الداخلية، وإن كان كمان معسكر مغلق يبقى أفضل بكتير. هل إحنا موفرين ده دلوقتي لأبطالنا سيادة المستشار، ولا إحنا لسه بنحاول؟ هجاوب حضرتك، بس أضيف حتة صغيرة بس فاتتنا، إن إحنا الأول مرة في مصر يتأهل في البارالمبياد في تنس الطاولة 10 أو 11، ما حصلش الرقم ده قبل كده. كان كام؟ لا كان بيبقى أقل طبعا، ممكن 6 7 5، الله يعني على حسب الظروف، لكن لأول مرة نوصل للعدد ده. الجهاز الفني للمنتخب خليني برضو أتعرف عليه من حضرتك، وفي نفس الوقت هل إحنا عندنا أي نواقص في أي عضو أو أي عنصر في الجهاز الفني؟ يعني بنتكلم عن أحمال، بنتكلم عن طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، بنتكلم عن تغذية، يعني كل الأعضاء دول أو كل العناصر دي مهمة جدا. إحنا عندنا الحقيقة الجهاز الفني ممتاز جدا، عندنا الكابتن رامي جاسر ده مدير فني الرجال منتخب تنس الطاولة بارالمبي، وعندنا الكابتن جمال زينهم مدير فني السيدات، وعندنا الكابتن حربي والكابتن سيد موسى مدربين. الحقيقة هم من كفاءتهم عالية جدا وشايفين شغلهم كويس جدا، والأولاد بيستفيدوا منهم فعلا. فعشان كده احنا طبعا أولا بشكرهم طبعا على مجهودهم معنا، وبنستعين كمان ممكن بممرنين، يعني اللاعب مثلا ممكن يحتاج تمرين خاص، بعض اللاعبين اللي انت عايز تخليه يحقق ميدالية او ممكن يحتاج ان هو يلعب مع لاعب من اللعيبة الاسوياء، يكون قوي، يكون كورته تقيلة، لعيب تقيل عليه، وانت عارف حضرتك الاسوياء مستواهم في اللعبة طبعا اقوى من ال، وبيبقى كمان متطلب البطل البارالمبي زي ما كنت بقول لحضرتك أخصائي تغذية وأخصائي نفسي وغيره. هل ده متوفر ولا طبعاً بيبقى فيه استعانة ببعض الكوادر من الخارج قبل البطولات؟ بنستعين ببعض الكوادر من الخارج خصوصا، بس هم الحقيقة قالوا إن هم هيوفروا لنا الكلام ده في المرحلة الجاية للجنة البارالمبية، يعني ربنا يسهل إن شاء الله. أملنا كبير عليكم سيادة المستشار وعلى أبطالنا، ربنا يوفقكم، وأتمنى قبل السفر في خلال الفترة المتبقية لسبع شهور دول لو في أي حاجة محتاجينها تطالبوا بيها توصلوا صوتكم طبعا من خلال كل المنابر الإعلامية، وإحنا ده دورنا علشان الوقت بتاع السفر يكون فيه جاهزية عالية جدا، ويكلل ده بإذن الله بميداليات أكبر يعني إن شاء الله لمصر، لأن إحنا نستحق أكيد ده إن شاء الله. بنشكر حضرتك جدا. شكرا على التغطية دي. الله يخليك. من المنتخبات المصرية أيضا اللي بنفتخر بيها جدا منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوة، وحقيقي بيشرفنا، وفي الفترة الأخيرة كمان في تطوير في الأداء باين بشكل كبير جدا. خلينا نتعرف ونعرف حضراتكم. صباح الهنا. صباح الفل. أهلا يا كابتن. أهلا بحضرتك. أحمد خيري مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوة. خلينا نتعرف عليك. محمد كمال لاعب منتخب مصر قصف القرص. خلينا نتعرف عليك أيضا. كريم محمود عدى 100 و200 متر. سعيدة بوجودي هنا، وان احنا جايين لكم بكاميرا 10 الصبح في الاهلي للمركز الاولمبي عشان نشوف كابتن خيري الاستعدادات والكواليس والمعسكرات. خلينا نطمن ونطمن دلوقتي السادة المشاهدين كمان عن العاب القوة، وان شاء الله احنا نصيبنا ايه هيكون في باريس 2024. والله في البداية بشكر ربنا ان انا موجود هنا، وبشكر طبعا قناة الاهلي لاهتمامها الزايد في الفترة ديت بمنتخبات البارالمبي كلها. احنا الحمد لله بنستعد استعداد جيد جدا لبارالمبياد باريس 24، وان شاء الله عندنا كريم عبد التواب تأهل بالفعل في بطولة العالم في باريس 24، وان شاء الله بإذن الله عندنا بعض البطولات المؤهلة، وعندنا بطولة العالم في شهر 5. بنأمل ان شاء الله ان يتم تأهيل 3 أو 4 لعيبة كمان من باقي الفرق
الفرقة. محمد كمال إن شاء الله أحد المرشحين للتأهيل بقوة، فيك عندنا كمان عبد الرحمن يوسف، وعندنا مصطفى فتح الله، وعندنا إبراهيم بدر، وعندنا جمعة لاعبي العدو والرمي، وإن شاء الله يتأهلوا بإذن الله في البطولات اللي جاية بإذن الله. طيب خليني أتكلم معك كابتن كريم برضو، هل دي أول مرة تتأهل فيها لأولمبياد ولا لا؟ وفي نفس الوقت بقى استعداداتك لباريس، وإن شاء الله نتكلم عن ميدالية فضية ولا ذهبية، خلينا نعرف. هو انا اول مره في حياتي اتقال بشكل رسمي، انا لعبت كذا بطوله قبل كده وشاركت في طلب بطولات عالم، الحمد لله طلب بطولات عالم اللي فاتوا 2 فضه واحده برونز. انا طبعا كنت لعبتي اللي كنت بلعب في الاول 400، ودلوقتي بقيت بلعب 100 متر، والحمد لله اتقلت في ال 100 متر. طبعا انا من امنيات حياتي ان انا ارجع بميداليه ذهبيه ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله انا مرشح ان شاء الله باذن الله ان انا انافس على ميداليه ذهبيه، وانما التجهيزات بقى الفتره اللي جايه دي حسب رؤيه الجهاز الفني. ان شاء الله ده يتم. كابتن محمد، ده حلم كل رياضي ان هو يتاهل للاولمبياد، ان شاء الله ده يتم، وان شاء الله تشرفنا وتفرحنا كمان في باريس. لكن خليني اعرف منك على المستوى الشخصي كمان، استعداداتك اليوميه اليوم بيبقى ماشي ازاي، ده غير طبعا التدريبات والمعسكرات. احنا المعسكر بيبقى 5 ايام في الاسبوع، بيكون وحدتين تدريب، واحدة صباحية واحدة مسائية. الواحدة الصباحية بتكون في التراك، الواحدة المسائية بتكون في الجيم. الفترة اللي جاية احنا بنستعد استعداد قوي جدا، لان احنا بصراحة معنا جهاز فني على اعلى مستوى غير الفترة اللي فاتت، والحمد لله هي النتائج ظاهرة وبنتيجة كويسة جدا. ان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في عدد متأهل كتير، الحمد لله احنا ماشيين على الرانك الدولي، ترتيبنا كويس. نأمل الفترة اللي جاية ان احنا نتأهل مننا، طبعا كريم اتأهل، لسه في بعض اللعيبة، ان شاء الله نأمل ان احنا نكون يعني الفريق كله يتأهل. ان شاء الله اول محطة عندنا فزاع، ودي بتبقى بداية المحطات بتاعتنا، فان شاء الله نأمل ان احنا نعمل فيها حاجة كويسة بأمر الله ان شاء الله. المعسكرات كلمنا عنها، البطولات اللي شاركت فيها حتى هذه اللحظة، يعني عشان برضو السادة المتابعين يكون عندهم نظرة للكواليس اللي يمكن مش ظاهرة للسادة يعني المتابعين عامة. انا شاركت في 4 دورات اولمبية وخمس بطولات عالم. الدورات الأولمبية كان الترتيب 5 على المستوى الدولي، برضو بطولات العالم كان ترتيبي ما بين 4 ما بين 5. على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العربي الحمد لله أنا في المركز الأول. هي دي البطولات اللي شاركت فيها يعني. فإن شاء الله يعني باريس لا، الموضوع هيبقى مختلف، لأن الاستعداد غير الفترة في السنين اللي فاتت يعني. طبعا يعني ده لقاء سريع، لكن انتوا تشرفونا بإذن الله كمان في الاستوديو. شكرك كابتن محمد، كابتن خيري، مسؤولية كبيرة إن شاء الله تكونوا قدها، ولازم تبقوا عارفين برضو كابتن كريم دعوات ملايين المصريين، فوق 100 مليون مصري طبعا بيدعوا لكم، فكالعادة تشرفونا، شكركم جدا. نأمل أن كل المصريين يدعوا لنا، وإن شاء الله بإذن الله بعد الدعم اللي احنا شايفين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنقول له احنا على قد المسؤولية، وإن شاء الله نشرف مصر ونفرح الشعب المصري بإذن الله. شكرا لكم جدا، شكرا جزيلا.